المأساة. برنامج مفتوح للحفاظ على الذاكرة الجماعية. وكشف التضليل الإعلامي بالحقيقة. وتدوين ما جرى في الجزائر من أحداث إبان المأساة الوطنية. يأتيكم كل أحد على الساعة 7 مساء بتوقيت الجزائر. للإدلاء بشهاداتكم الحية على المباشر دون خطوط حمراء، اتصلوا بنا على سكايب راديو وطني. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم معنا على المباشر في إذاعة وطني، حيث سنناقش هذه الأمسية موضوع من المواضيع التي تتعلق بالمأساة. والموضوع تاعنا اليوم هو الإعلام في الجزائر والمأساة. معي الأخ سامي من كندا. قبل ما نشرع في هذا النقاش، بودي هو أن أترحم على الكل ضحايا نتاع المأساة الوطنية اللي سقطوا إبان هذه السنوات نتاع الدم ونتاع الدموع، سنوات نتاع الجمر، سنوات نتاع اليأس، سنوات نتاع الإحباط، سنوات اللي ساهمت في تدمير نتاع الأسرة وتدمير نتاع المجتمع، ساهمت في تدمير الاقتصاد وساهمت في تدمير البلد باختصار. إذن أترحم على كل ضحايا المأساة الوطنية مهما كانت الخلفية نتاعهم ومهما كانت المشارب نتاعهم. ربي يرحمهم جميعا، وربي إن شاء الله يعيد اللحمة للوطن. أخي سامي من كندا، مرحبا بك. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي سامي، إذن ننطلق في هذا الندوة في انتظار هو أن ربما يلتحق بنا بعض الإخوة. الأخ سامي، بداية، كيفاش الإعلام الجزائري ساهم في إشعال الفتنة في الجزائر؟ أنا في البداية يعني لما بدأت التعددية الحزبية هذه، أنا ما كنتش مهتم يعني بالأمر بالسياسة هذه في البداية يعني. نعم. فالفتنة هذه أنا نظن يتحملها الكل، تتحملها المعارضة في هذاك الوقت عن طريق الشعبوية تاعها. نعم. ويتحملها أيضا النظام. نعم. لا، الآن أخ سامي، إحنا الآن ما نش نقاضيه في الناس ولا رانا نصدره في الأحكام، يعني نحمله في هذا ولا نحمله في هذا. غير صبرني الأخ سامي، إحنا درك حابين هو أنه نناقشوا هذه المواضيع، كل مرة نديروا موضوع، يعني السلطة نقدر نخصوا لها موضوع، قال السلطة في الجزائر والمأساة، الناس اللي كانوا حاكمين في ذلك الوقت، سواء الناس اللي دخلوا في بعد الشاذلي في المجلس الأعلى للدولة إلى غير ذلك، نخصوا موضوع، قال مثلا خصصنا موضوع للحمروش، خصصنا موضوع الغزالي، خصصنا موضوع للجبهة الإسلامية للإنقاذ، ما زال ما كملناش الموضوع هذاك لأنه لازم نزيدو نديرو جزء ثاني على جل باش نزيدو نفهمو بعض الأحداث. الموضوع تاعنا اليوم هو حول الإعلام، يعني نحوسو حنا نتحدثو على الإعلام، نحوسو السؤال تاعي هو أنا حول الإعلام، كيفاش ساهم الإعلام في تلك المرحلة في الفتنة، لأنه الفتنة هذه ما اشتعلتش هكذاك برك، كاينين الناس اللي غذاوها، كاينين الناس اللي شعلوها، حابين نعرفو حنا إذا كان الإعلام نقولو حنا باللي خاطي نقولو خاطي. لا، الإعلام كان تبع المعارضة وكان تبع السلطة. نعم. كيفاش ساهموا في إشعال الفتنة؟ إيه راني جايك، يعني لما نتكلم يعني على الإعلام،
الإعلام ما كانش إعلام حر يعني حقا في الجزائر، الإعلام كان تابع الجهات وكانت تقصد ما كانش مستقل؟ إيه ماهوش مستقل، كان يخدم في مصالح. نعم كان يخدم في مصالح، يعني كانت مرحلة وين فيها الشعبوية يعني في البداية يعني 89، بعد فيما بعد لما صارت يعني لما بدات يعني شبه حرب أهلية في الجزائر، يعني ولا هناك يعني كما يقولوا شبه تعددية. ما كانتش تعددية في حقيقة الأمر، لأن كل الصحف في هذاك الوقت، أولا التلفزة اللي كانوا يسموهم هما ميديالور، الإعلام الثقيل كما التلفزة والإذاعة كان في يدين تاع السلطة مباشرة، بقات يعني الجرائد اللي كانوا يفتخروا بها في هذاك الوقت، يقول كان عندنا تعددية يعني عندنا 100 جريدة ولا ما على باليش أنا واش، لكن في حقيقة الأمر هذيك الجرائد كانت تابعة يعني للسلطة ولا أطراف من السلطة، فكل جريدة كانت مثل طرف من أطراف السلطة. أما إذا كانت هناك جريدة يعني كانت حرة ولا كانت تخرج لهم طريق، فهما كانوا يستعملوا ضدها يعني المطبعة ولا يستعملوا الإشهار يعني، لأن في هذاك الوقت كانت منظن أنا الأشياء تطورت الآن ما على باليش واش صاري، لكن كانت مطبعة وحدة هي مطبعة تبع السلطة، وكان يعني الجرائد هذه كانت تعيش بما يسمى بالإشهار لانيب، كان يمدوا لها الإشهار إذا كانت خرجت لهم طريقة ينحيوا لها الإشهار يعني. فكل يعني الإعلام في هذاك الوقت كان تقريبا ماهوش حر، هذا إذا تكلمنا على بعد 92. قبل 92 كانت بعض يعني الجرائد الموالية لبعض الأحزاب واللي تغلبت عليها يعني في حقيقة الأمر الشعبوية يعني شعبوية في كثير من الأحيان. فلما خرجنا يعني من قبل 89 يعني كانت هناك الإذاعة والتلفزيون، ما كانش هناك الانتقاد، كانت هناك نظرة واحدة يعني للأحداث. فيما بعد يعني لما التلفزيون حب يلعب يعني شغل دور تاع محايد، هذاك الوقت كان على رأسه يعني كيفاش يسموه هذاك الديريكتور هذاك عبدو، فلعب يعني شغل دور تاع منتقد، كانوا يتكلموا على الفساد، كانوا يتكلموا على التجاوزات. لكن بعد يعني 90 بعد فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ بالانتخابات، أصبحوا يعني يلعبوا يعني دور تاع السلطة، دور موالي للسلطة، وما كانوش يعني بينوا يعني كل الحقيقة. فأنا نذكر أنا هذيك المرحلة يعني أنا كثير من الأشياء عرفتها عن طريق 91، أيضا كانت المرحلة هذيك تاع لي بارابول تاع وتاع واسمو تاع لي ساتيليت وتاع لي شين فرونسيز، فكنا يعني كنا نديرو دي بارابول، كنا نشوفوا يعني أشياء ما كناش نشوفوها يعني في لون تي في، حول المسيرات، حول إضراب الفيس، حول الروح اللي كانت في هذاك الوقت، حول يعني اشياء كثيره ما كانتش موجوده، راهي موجوده الان. هذه التحقيقات اللي كان ديرها واسمو القنوات الفرنسيه حول الوضع في هذاك الوقت موجوده في يوتيوب، يعني اللي حاب يشوفها حول اضراب الفيس حول. لكن القنوات الفرنسيه ايضا ما كانتش محايده، هي ثاني كانت. يا الاخ سامي مانيش عارف الا راك تفهم في السؤال تاعي ولا ما فهمتوش. السؤال تاعي هو كيفاش ساهم الإعلام الجزائري في إشعال الفتنة في الجزائر؟ راك تعرف باللي حثت فتنة في الجزائر، راه فيها الآلاف المؤلفة من القتلى، فيها الآلاف من المختطفين، فيها الآلاف من الجرحى، فيها الآلاف من المطرودين من العمل. وراك الآن ما زلنا إلى الآن، إحنا الآن رانا في فيفري 2016، ما زال ما تخلصناش من التبعات نتاع الأزمة الجزائرية. لا شك هو أن الإعلام شارك في هذا الفتنة، نحاوسوا نعرفوا كيفاش شارك فيها. مانيش نحكي كان على الإعلام الأجنبي، إعلام أجنبي ربما نديروا له برنامج واحد آخر. لأن الإعلام هو الكل، ما تقدرش تنحي أنت الإعلام الأجنبي، ما تقدرش تنحي له. إعلام في الجزائر، الإعلام في الجزائر، مانيش نحكي على الإعلام الأجنبي، الإعلام الأجنبي نقدروا نديروا له برنامج واحد آخر. ايه بصح حتى تيا فونتين دو في هذاك الوقت اثرت على الجزائريين في هذاك الوقت، على هذا اللي راني نتكلم يعني ندير مقدمه، لان اشياء جد معقده يعني. نعم تفضل. مثلا ان تفهم واسمو
الوضع تاع 89 90 91، الشاب الان ما يقدرش يفهمها بمنظور تاع 2016. 2016 عنده بارابول صغيره مثلا، عنده 2000 قناه. هذاك الوقت لا، في هذاك الوقت كما قلت لك كانت بدايه الوسمو هذه تاع القنوات الاجنبيه. كانت عماره مثلا يشريوا ان بارابول ويخلصوا يعني هذا جد مهم، لان نونتندو تي اف ايضا ساهمت في كانت احد اوجه الاعلام في هذاك الوقت. الو كيفاش وصلنا هل ساهمت يعني في تاجيج الوضع؟ نعم ساهمت، لانها كانت غلط. لماذا؟ لان كما قلت لك كل يعني طرف اعلامي، سواء كان التلفزيون الاجنبي، سواء كان الصحف الى اخره، كان مرتبطه بمصالح ومرتبطه قلال يعني الوسمو وسائل الاعلام اللي كانت تتميز يعني بالمسؤوليه وبالحياد في هذاك الوقت، يعني بنوع من الاستقلاليه. فبطبيعه الحال ساهمت يعني في ال راني نسمع الصوت راهي تعاود. نعم تالي تفضل. ساهمت يعني هذا مؤكد، وعن طريق التغليط يعني الاعلامي اللي جاء فيما بعد واللي عشته شخصيا. اثناء الازمه يعني قبل 92 وبعد 92، يعني اذا ولينا نتكلموا عليها راح نتكلموا عليها يعني بصفه شويه مع بصفه اعمق يعني. هذا ممكن. نعم شكرا للاخ سامي عيسى من كندا، مرحبا بك اخ عيسى. دائما نفس السؤال، كيفاش شعل الاعلام الجزائري الفتنه في الجزائر؟ الو الو عيسى هل تسمعوني؟ الظاهر هو انه راه عندك خلل للاخ عيسى في الميكروفون تاعك، الصوت ما راهوش يلحقنا. الو الو عاود خرج الاخ عيسى وعاود ادخل، راه عندك مشكله وعندك تشويش في الخط نتاعك. اذا الاخوه والاخوات نحن ما زلنا في بدايه البرنامج، الموضوع تاعنا اليوم هو الاعلام في الجزائر والمأساة. قبل ما يلتحقوا بنا بعض الاخوه ربما يزيدوا يساهموا معنا في اثراء هذا النقاش، بيودي هو انه عيسى. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تسمعني مليح؟ نسمع فيك جيدا. صاحب صلاة راديو برك. نعم. إخواني السلام عليكم، وأهلا وسهلا بكم الأخوة الحاضرين، أخوة المستمعين والمستمعات في الجزائر داخلها وخارجها، كل الجزائريين إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يشاركوا معنا الإخوة. خويا نور الدين، اهلا وسهلا بك وشكرا على هذه الحصه هذه. الو نعم هاني اسمع فيك تفضل. الاعلام احنا في الجزائر شوف، اولا امتاز بالتعتيم. نعم يعني الخبر احنا نبدا بوقت الازمه برك كلمه هذه. وقت الازمه كنا نسمع الاخبار غير الطاكسيات سيرفيس ولا بعض الشهود اللي حضروا في فوباراج ولا شافوا حاجة ولا هم داروا أي حادثة كانت ترى، كانوا أكثر شيء اللي يجيبوها هما جماعة لي تاكسيير هما اللي خدموكم كما صحفيين يقولوا على الأرض. قبل الأحداث يعني في أحداث ديمقراطية، أنه ساهم الإعلام بشكل كبير أنه دخلنا في بعضنا، عدنا نكره بعضنا. تروح الإعلام يجي مثلا، كان وأنه كانت في بعض البرامج مليحة يعني ساهمت في تنوير شوية الرأي، لكن بالمقابل ثاني كان ناس دخلونا في بعضنا. والشارع كان ثاني كما قلت لك يشوف التغيرات الداخل في الشعب بعد. كيفاش الاخ عيسى انت دوك كي تقول لي دوك دخلوا في بعضنا، كلام عام هذا، كيفاش؟ اعطيني اشياء هكذا. كلام عام مثلا تلقى هذا بتاع جماعه الفيس، انا اعطيك مثال، هذا حي عشناه كل مثلا عشته انا، تروح مثلا عند الحلاق، تقعد عند الحلاق يدخل واحد من الارسيدي يسيبورتي جماعة سعيد سعدي، واحد من جماعة الفيس ولا المتعاطفين مع الفيس، واحد من جماعة لافلان، وتلقانا في هذيك القعدة الصغيرة هذيك تاع الحلاق هذيك فيها خمسة ستة إلى أكثر حتى عشرة من الناس. تلقى الناس كل واحد يحس روحه هو اللي عنده الحق وهو خير من الآخر. نعم اسمي بدينا بدات واحد الحساسية بيناتنا.
يعني تقصد من أن الإعلام خلق صراع بين أفراد المجتمع. صراع مجتمعي، هو كانت صحية يعني في كديمقراطية كل واحد يشوف التوجه نتاعو، نعم. بصح المشكل حنا ما عرفناش ولا مشينا في واحد الخط نتاع مشينا بالكراهية. يعني ما كانش الأساس مؤسس على الصح. ما كانش بدات فينا الكراهية، مش انت انا ما نتحاور كيما راني انا وياك دوك مثلا، انت عندك توجه وانا عندي توجه بصح ما يهمكش هذا، المهم نتناقشوا في موضوع اللي يهم الجزائر كل. نعم. حنا عاد عندنا الحساسية هذاك، ماكش معايا ضدي، ماكش معايا ماكش مليح، ما تديرش اللحية ماكش مليح، ما تصليش ماكش مليح. اسمه وقعت بدات هذيك الشرارة تاع اننا بدينا الحساسية بيناتنا كجزائريين، وهي بدينا لو وصلت للاقتلال بعد. اسمه واحد كي يقتل واحد اسمه ما بقاش، هو يقول لك هنا تهز يدك على واحد راح تضربه، اسمه ديجا الاحترام خلاص هنا راح. إذا فهمت من خلال الكلام نتاعك الأخ عيسى، هو أنه حبيت تقول لي باللي الإعلام كان يحرش بين الجزائريين، كان يشعل بيناتهم في النار. في بعض الاحيان قلت لك هو التعتيم كانوا يطيشونا كي شغل حاجه هك ويخليك التعتيم هو تدراج كما نقولوا احنا بالدارجة، وبحيث هو أنه قال مثلا كاين مسيرة حضروا فيها مثلا 100,000، هو يقول لك باللي حضروا عشرات من الأشخاص وتفرقوا، هذا هو التعتيم. واحد يقول يعني كلمة للتاريخ، هذه شهادة. يعني الإعلام بتاعنا في هذاك الوقت، يعني هو ما كانش إعلام هذاك الوقت، يعني كان تلفزيون وحدة مسيرها النظام، ولكن ما كانت كانش. هناك صحف، او الان درك الاخ سامي كان يقول لك الصحف، باللي أنا جايك للصحف، أنا جايك للصحف. الصحف كانت تتضخم ولا ترقد البالو، سما تنقص فيه، سما تكبر لك الحاجة. هي الصحف، الصحف ثاني ما كانتش عندها مصداقية كبيرة، كانوا يجيبوا أخبار نيمبورت لو كوا، وكانوا ما يجيبوش الحقيقة بأتم الكلمة. يعني إذا تحرق كاميو يقولك تحرقوا 10، إذا وقع مشكل صغير هكا على جالة الدقيق يرجعوه على حاجة أخرى. نعم. المهم فيه بصح ترك ذكرت زوج حوايج، قلت باللي التضخيم والتأتيم. والتعتيم نعم. ما كان خبر ما نسمعوش، حتى نسمعوه في بلايص اخرين، كما كان يحكي على البارابول قبل هذاك بدات تدخل الجزائر، وكان اللي كان هذاك الوقت يقول لك حرام البارابول حرام، وكانت الناس تفرج كانال بليس وتفرج لا تي في 5 وتي اف او، هذه القنوات الفرنسيه، وهذه كانت بي ديريكتومون اسمها مباشره او غير مباشره مشاركه في التضليل. ثاني ما كانوش ينعتوا لنا كلش، كناش نشوفوا يعني واش راه يصرى داخل الجزائر بالفعل. وزيد الاعلام تاعنا كي تقارنوا، انا هو صرا انقلاب نفسه كيما حنا كيما مصر، بصح تشوف وقعت المصريين تاعهم الصحفيين دوك الاعلاميين تاعهم، انا ما وصلوش للدرجه، ما عندناش هذوك تاع اللي ما شفتش انا اعلامي في التلفزيون مثلا يسب ولا يقول لي يا جماعة الفيس وشيه، شاركوا دخلوا لنا في راسنا كلمة إرهاب. عاد اللي غير يخرج من الطريق بينه وبين الجبل، ماهوش رايح للجبل هذاك هو إرهابي. اسمع أي واحد يروح للمسجد إرهابي. سمعت واحد هذه شارك فيها، يعني كل ما يحكيو الذي يقول لك ارهاب ارهاب ارهاب، هذه دخلوها لنا في مخنا، هذه شارك فيها الاعلام الجزائري سواء مكتوب ولا مقروء ولا لا راديو ثاني، لا راديو الناس تموت وهو يحكي لي على جورج واسوف ويحكي لي على 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 كش ما يقول هذيك ماجد الرومي كي جاوا للجزائر. هذه نتذكرها مليح انا، هذه تاع ماجد الرومي كي جات وكتبت الوصيه تاعها، كنت يهضر لنا بها في الراديو والناس يعني تموت. حبيت تقول لي لا مبالاة. لا مبالاه، جماعه هذوك الاولاد اللي ماتوا في مستغان والله ربي عارف، ولا الرمكه ولا من الناس ميته، هذه صارت في 97، الناس تذبح والاولاد صغار تذبح، والاعلام تاعنا عقب لي في جنازه ديانا
ديانة تاع الانجليز، وان احنا عندنا الاف تموت، مات مش زهره، مش قعوا لك الوقت الزهره مش زهرتين، ما عنديش الاسماء والتاريخ اكزاكت، بصح كاين مش زهرتين في ذاك الوقت اللي كانوا يدفنوا فيها في ديانة هذه في التلفزيون الجزائري. ناس يتموتوا وما معقب لي في حاجه اخرى، نعم وخلي الحفلات، وخلي 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 وخلي. المهم هذا ما عندي، وزيدك ما كانش معاه تزيد. تفضل الاخ نور. نعم شكرا الأخ عيسى من كندا. ربما تقصد مجزرة نتاع بن طلحة، مجزرة نتاع بن طلحة ونتاع الرمكة، لأنه هي ربما على حسب المعلومات اللي عندي ربما تكون مات هي في المرحلة هذيك نتاع هي في 97، هي في 97، جويه، هذوك جويه الـ 96 97. هي في 97 في جوان، الله ربي عالم 97 دارت لاكسيدون هذيك، ودفنوها بعدها في هذيك الايامات. بصح في هذيك الايامات صراو مجزرتين نساوهم، ما حكاوهمش عليهم خلاص، ولا حكاو عليه اسمه فاتوا عليهم. في الجويه هذوك، هذيك هي مجزرة بن طلحة والجويه هذوك. جيب لك في ديانه، يعني انت كي تشوف تكون جزائري تقول وراني انا يا برك، وراني الناس يتموت بغض النظر على الفاعل هذا شكون، يا نعم الدوله يا الاخرين يا هذوك يا هذوك، بصح مات ناس. نعم احنا نحوسوا على الانطلاقة. الأخ عيسى، شكرا الأخ عيسى. الأخ مولود من بريطانيا، مرحبا بك. مرحبا بك، السلام عليكم الأخ نوردين، وعليكم السلام السلام على ورحمة. الإخوة، والسلام على كل المستمعين داخل الجزائر وخارجها، وعليكم السلام. أحييكم. نعم تماما الأخ مولود، نعم الموضوع أخ تاعنا اليوم هو حول الإعلام في الجزائر والمأساة. نحن الآن بصدد النقطة الأولى اللي تتعلق بإشعال الفتنة، كيفاش الإعلام في الجزائر أشعل الفتنة. كي نقولوا الإعلام في الجزائر إحنا نقصد فقط الإعلام تاع السلطة، الإعلام تاع السلطة ولا الإعلام تاع المعارضة، وكي نقولوا الإعلام لا نقصد فقط الصحف وإنما نقصد التلفزيون الرسمي ونقصد الصحافة اللي كانت في تلك المرحلة يقال من أنها صحافة حرة. تفضل. هو في الحديث على الإعلام يعني هل كان يعني متورط في إشعال نار الفتنة في الجزائر، هو أكيد يعني هذا حتى الناس اللي ما تشوفش يعني على بالها هذا الشيء هذا، ولكن باش نبداو نشخصوا الناس هنا يكون الموضوع شوية حساس، لأن إذا مثلا أدين شخص مثلا يعني بعينه ونذكر الاسم تاعه هنا يعني الموضوع يصعب يعني لنا شوية، ولكن هكذا يعني إجمالا أستطيع أن أقول يعني وكان حقيقة أن الإعلام لهب يعني هو اللي كان يشعل يعني يشعل في نار فتنة يعني نعم. وكان الإعلام هذاك الوقت ما إذا كانش تحوس عنده الأخ مولود، إذا كان تحوس نعم. على ذكر بعض الأشخاص هذا ممكن نجيو لهم فيما بعد. نعم هذا إحنا هو الآن كثير. نحوسوا نعم نتحدثوا بشكل عام يعني كيفاش نعم الإعلام بشكل هو عام أكيد نعم. هذا هو يعني نقولها لك في يعني في جملة هكذا صغيرة ما نكثرش كلام، نقول لك أن الإعلام الجزائري يعني ألهب، نعم أو الهب يعني، بل يعني هو ما كانش يلهب النار على أساس مشكلة يعني وقعت ومن بعد هو يضخمها أو لا يعتمها، لا، يخلق أشياء يعني افتراضية، خلق أشياء لم تكن، وهنا يكمن يعني الخطورة، خلق أشياء ما كانش قاع، فناهيك على الأشياء اللي كانت وحرفها ولا أشياء مثلا دلسها هذا، ولكن هكذا يعني يعني بصفة عامة أقول لك أن الإعلام الجزائري ألهب نار الفتنة، وكان عنده وقع كبير على المآساة اللي جرفت بالجزائر، هذا ما أستطيع أن أقول لك. نعم شكرا الأخ مولود الميكروفون. المهم نحاول أن نزيد نضيف بعض المعلومات برك فيما يتعلق بهذه النقطة كيف ما تفضل الأخ عيسى. حول التأتيم شفناه ولاحظناه في تلك المرحلة. التأتيم كي نقولوا احنا التأتيم لا نقصد فقط التلفزة، احنا رانا نتحدثوا الآن بشكل عام، كانت في تلك المرحلة كانت التلفزة الوحيدة هي التلفزة الرسمية، وكانت هناك صحف تابعة لأحزاب سياسية، وكاينة صحف تابعة للجهاز نتاع الدولة الجزائرية في تلك المرحلة. صحف منها من اللي شارك بالتعتيم كما قال الأخ عيسى، شارك بالتضخيم
بحيث هو أنه قال مثلا تلقى مسيرة فيها 10 من الناس يقولوا لك حضروا فيها الآلاف المؤلفة، وفي المقابل مسيرة حضروا فيها الآلاف المؤلفة يقول لك حضروا فيها 20. بالتعتيم وبالتضخيم، بالنفخ، كاينين بعض من الناس اللي ربما هو ما يسوى والو في المجتمع يصنعوا منه شخصية سياسية ويصير لك محلل سياسي، كيف ما الآن رانا في 2006 رانا نشوفه في الخبير نتاع الرود، راهو صار واسمه كيما يقولوا جيمس بوند، رانا نشوفه فيها الآن درك. إذن كان هناك النفخ، كان هناك التعتيم، كان هناك التضخيم، كان هناك التدليس، كان هناك خلق واسمه مواضيع يعني، والنفخ في في فيها يعني دون مراعاة للمرحلة هذيك، لأنه كما كان يقولوا الإخوة الأخ سامي واسمه ما كناش يعني في تلك المرحلة، ما كانش هناك وعي عام يعني على المستوى الوطني، بحيث هو أن الناس يعني سبقت فيها مرحلة انت تهيئة وانت تحضير وانت كذا، بحيث هو أنه لما الإنسان مثلا يسمع معلومة قال باش يصفيها والله يحللها والله يدرسها والله يقرأها من زوايا مختلفة والله لا مباشرة ربما يتبناها. لماذا؟ لأنه ما عندوش هذه الثقافة الواسعة اللي تمكنه وعلج الباش يقرأ، كيف ما تحدثنا البارح في الموضوع نتاع القراءة، يقرأ هذه المسألة يقرأها قراءة موضوعية والله يقرأها قراءة متأنية والله قراءة معمقة إلى غير ذلك، مباشرة هو ربما يروح يحكم بالعاطفة نتاعه ويروح ينساق وحدث الذي حدث. بالإضافة إلى أن الثقافة الإعلامية في تلك المرحلة ما كانتش موجودة مثل الآن. الآن الناس راها ولات صارت تعرف عندها الثقافة نتاع الفوتوشوب، لما توضع قال مثلا صورة يبدأ يحللك فيها يقول لك هذه هاي راها محرفة بالفوتوشوب، أو يحط لك فيديو يقول لك هذا هو فيديو مركب إلى غير ذلك. ما كانتش الثقافة الإعلامية هذيك في تلك المرحلة موجودة، بحيث أنه لما أنت قال دير حاجة في التلفزيون هو أنه أنت تفبرك حاجة ولا تدير حاجة الناس تأمنها، لأنه خاصة كانت نسبة الأمية يعني كانت كبيرة، حتى الناس اللي يقرأ وحتى الناس اللي متعلمين ما كانتش عندهم هذيك الثقافة الإعلامية اللي الآن راها موجودة، واللي جت بها هذا الانترنت هي اللي من خلال هذه البرامج اللي كانت محتكرة على جهات يعني معينة صارت الآن بإمكان الناس، هو أنه الناس تتحمل فيها بالبيراتاج ولا تحمل فيها بطرق مختلفة، وصارت الناس عندها هذيك الثقافة نتاع الإعلام. كان الكذب تبلعيط تبلعيط عيناني، بالإضافة إلى التهم، تهم والتحريض، تحريض من بين الأشياء اللي ساهمت في إشعال الفتنة، التحريض، تحريض على العنف، تحريض على القتل. يعني أنت الآن في 2016 يعني نحكي بعض الحكايات برك هكذا راكم تسمعوا فيها على وسائل الإعلام، تسمعوا فيها في قنوات فضائية وتسمعوا فيها في صحف وإلى غير ذلك. انت لما تقول واحد قال مثلا هذا راه انسان ابن مجاهد والله ابن شهيد راه موجود هو في الخارج لظروف يعرفها العام والخاص، لما تقول انت باللي راه حركة صهيونية من وراه واش راح تنتظر؟ هكذاك كذب وتبلعيط، لا تثبت، لا عندك ادلة، لا ولو تقول انت باللي هذا راه وراء الحركة الصهيونية واش راح تنتظر؟ قادر واحد فطري يطعنه يضربه بموس، شكون اللي يتحمل المسؤوليه نتاعو؟ الوقت هذا كانت الناس تساهم بهذه الطرق، بحيث انه قال انت تتهم واحد هذا مش جزائري، هو راهو جزائري ابن عن جد، ويجي واحد ربما باباه ما عندوش يديروا لهم واحد متبنينه واحد لقيط واحد كذا ويصنعوا له اسم ويولي هو ابن الشهيد وهو ابن المجاهد وابن العلامة وابن كذا، بينما ابن العلامة قال مثلا كما عبد أحمد طلب الإبراهيمي ولد الشيخ البشير الإبراهيمي، كما عبد الحميد الإبراهيمي ولد المبارك الميلي، ابن العلامة يصير هو خائن ويصير عميل، بينما اللقيط اللي ما عندوش باباه وتبناوه يصير لك هو اللي راهو عملاق، ويصير لك هو خبير، ويصير لك هو باحث، ويصير لك هو فيلسوف.
إذن راكم تشوفوا الإعلام ساهم مساهمة مباشرة في إشعال نار نتاع الفتنة، لأنه المفترض في الإعلام هو أنه الإعلام يكون إعلام نزيه، يكون إعلام صادق، يكون إعلام يتثبت ويتدبر، ويكون إعلام ينقل هذه الحقائق للمواطن ما يغلطوش ما يظلوش. بينما للأسف الشديد هو أنه الإعلام ساهم بالتضليل، ساهم بالتزوير تاع الحقائق، تزوير يعني ناس تزور وهو يوسيهم يفسر لهم ويدير لهم الفتاوي. وساهموا أيضا من خلال الدعاة، بحيث أنه كانوا ناس يعني لو كان نعود ونرجع للأرشيف ونشوفوا بعض الفتاوي من بعض الناس يجيب لك هكذا آية ويجي يقول لك أن يقتلوا وأن يصلبوا وأن يرموا كذا وكذا وكذا وكذا. إذن الإعلام كان يحرض على القتل. ولما نقول في هذا الكلام أنا لا أقصد فقط هو قال مثلا في التلفزيون الرسمي، إعلام أنت لما تجيب ناس مظلومين ومحقورين وتهزهم أنت وتختطفهم وتدير لهم أنت واسمه على عينيهم وتجيبهم بالتعذيب وبال يحرقوا فيهم بالشاليم ويضربوا فيهم ويغتصبوا فيهم بالوسم هذيك أنت الفؤوس هذيك، ومن بعد تجيبه أنت تقول له أنت قول باللي ربي ما كانش، يقول لك باللي ما كانش تحت التعذيب، راهو عمار بن ياسر وكفر تحت التعذيب. ومن بعد أنت تجيبهم تسوقهم على أنهم مجرمين وعلى أنهم لصوص وعلى أنهم كذا، والمواطن كما قلت في تلك المرحلة ما كانش عنده هذه الثقافة الإعلامية، ما كانش عنده هذه المعلومات اللي الآن رها تنشر في وسائل الإعلام الحرة، ما كانش عنده. وبالتالي هو لما يشوف هذوك الناس جابوهم يقول لك والله العظيم شوف مجرمين خونة كلاب حركة، صاروا أبناء الحركة صاروا هم المجاهدين وصاروا أبناء المجاهدين حركة. هذا باختصار يعني بطبيعة الحال نقدر فيما بعد نزيد نفصله. نعود نرجع لك الأخ سامي، في تلك المرحلة وش هي الأبرز نتاع الصحف اللي قامت بالدور هذا نتاع الفتنة؟ أنا في قبل 92 يعني ما كنتش نقرأ، يعني حقا ما كنتش نقرأ الجرائد، نعم، فما كنتش أصلا مسيس. لكن فيما بعد نظن يعني لأني عشت الهبال في المساجد، فنظن أن الهبال هذاك اللي كان في المساجد كان في الموقف وفي الجرائد اللي كانت تصدر في هذاك الوقت. لكن فيما بعد يعني لما بدينا نقرأ يعني في الجرائد في التسعينيات، فكانت هناك كما قلت لك كانت هناك جرائد استئصالية حقيقية يعني تبع السلطة، اللي كما ليبرتي كما الماتان كما الوطن، فهي جرائد يعني كانت تبعى يعني الأطراف تاع أطراف في السلطة. أخ سامي فقط برك على ذكر نتاع المنقذ، يعني ممكن كش ما تعطينا أمثلة؟ أنا قلت لك ما قريتوش يعني الأمانة، أنا ما قريتش المنقذ هذاك، لكن كنت في المسجد. أنا قلت لك الهبال اللي كان في هذاك الوقت في المسجد، أنا يعني نتصور أنه كان في المنقذ أيضا يعني، فانا نصور انا نفس الهبال اللي كان تم، وانا نظن احد اللي كانوا مسؤولين عليه هو احد اللي ولا ارهابي فيما بعد واسمه هذاك نسيته كاع شكون، معرش سعيد ولا اسمه لا 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 مش محمد سعيد، مخلوفي كان رئيس تحرير على ما اظن، مخلوفي سعيد مخلوفي، اي سعيد مخلوفي هو اللي كان رئيس تحرير ولا لا هو كان أعتقد كان سعيد مخلوفي في المنقذ، مانيش متأكد 100% كان موجود، ولكن أعتقد الله أعلم كان في تلك المرحلة المدير نتاع الجريدة نتاع المنقذ أعتقد معيريش مانيش شافي الاسم نتاعو مليح، لكن لقب نتاع العائلة معيريش، إذا كان فيه بعض الإخوة اللي راهم يتبعوا فينا ربما يذكرنا. تفضل الأخ سامي. إيه أما في الإعلام في ذاك الوقت فما نذكر مثلا أن كانوا خرجوا هذه تاع غازي حيدوسي يهودي واللي عنده أصول يهودية، وكان في واحد الوقت يعني حمروش استعمل مكتب يعني
مكتب تاع الاستشارة، ولا قالوا أنه مكتب إسرائيلي يعني. فهذا هذه خرجوها ثاني من جهات السلطة من أجل إضعاف حكومة حمروش. نذكر أيضا يعني من بين المغالطات في هذاك الوقت يعني الأشياء المجنونة، يعني إذا راك تشفلها حرق القبور تاع الشهداء، إذا راك حرق الرفات، نعم إذا راك شافيل هذه تاع. نعم فلما يطرحوا الأسئلة على الشهود اللي كانوا في هذاك الوقت يقولوا لهم يعني، وكانوا كانوا أصوليين يعني، فأصولي مع مفهومها إسلاموي يعني، نعم وبالتالي فكروا ديريكتومون في الفيس. قضية قمار وين واسمه اتهموا مباشرة الفيس بكونه وراء الأحداث. هذا يتكلمنا على التلفاز الوطنية، نرى نتكلم على التلفاز. أما فيما يخص يعني ما يسمى بالإرهاب، فأنا نظن في الجزائر عاشت مرحلتين يعني في حقيقة الأمر، في التلفاز الوطنية وفي بعض الصحف. فعشت المرحلة الأولى وإن كانت مرحلة تاع الإشهار، كانت مرحلة تاع التضخيم تاع، فكل ما تصرى حاجة يعني كانوا يتكلموا عليها، كانوا يبينوها في التلفزة. فيما بعد يعني لما الحرب يعني كملت يعني بعض السنين، أنا نظن باللي جازوا الاستراتيجية الثانية هي ما يتكلموش على الأحداث، لأنه كانوا وأنا نمد لهم يعني في نوع عندهم كان هناك منطق. لماذا؟ لأنه واحد مجموعة إرهابية دار لك عملية من أجل أنه يتكلموا عليها، فهم وكأنهم كانوا يديروا لهم بيبليسيتي في هذاك الوقت. فأشياء كثيرة يعني أنا عشتها شخصيا ما حتى واحد ما تكلم عليها، مثلا حجز مزيف، مثلا واحد حكموه ذبحوه ولا حرقوه حي، ولا يعني أشياء كانت تحدث أنا شاهد عليها يعني في مناطق حارة في الجزائر، ما وش حتى واحد تقصد كان يتكلم عليها. الأخ سامي فيما يتعلق بهذه النقاط هذه اللي أنت ذكرتها درك، هذه نتاع شغل تعتيم ايه، بحيث هو أن صرا نوع من التعتيم يعني، ما كانوش حابين يديروا شغل بيبليسيتي ولكن التعتيم في بعض المرات احنا نكون موضوعيين الأخ سامي، في التعتيم في ايه بعض الم... في في بعض المرات راهو مفيد. ايه هذه لا، مش قلت لك لما تكون انت مثلا انت ت... آه تكون انت في السلطة، انت دوك احنا لما نتكلموا ما لازمش الانسان يدير روحه باللي راهو درك معارض ويتحدث غير اي حاجة تجي من النظام يقول باللي هذه راها. انت دوك لما تكون مثلا راك في السلطة وانت راك مثلا تحاول على جل باش انت تحافظ على الامن في البلاد، لما انت دوك انت تبقى الناس تدير في الجرائم وانت تدير كيما كنت تقول لي انت دوك في لا بيبليسيتي، انت اللي ما كانش خاف راح يخاف. يعني دوك صارت حادثة مثلا قال في تيزي وزو، يوليو الناس على مستوى 48 كامل على بالهم بها، ولما تصرى حادثة في برج باجي مختار 48 الناس ولاية الناس كامل تولي تحكي بها، خلاص تولي انت النهار كامل انت تنقل في الأخبار نتاع الدم والدموع. هي هذه هي يعني، أنا قلت لك باللي كانت منطقية لأن عشتها شخصيا، وطرحت في هذاك الوقت ديجا طرحت سؤال، قلت هل كان لازم يتكلموا عليها يعني في التلفزة؟ في هذاك الوقت النظام كان استخدم يعني استراتيجية تاع كيما يقولوا لا نورماليزاسيون، كل شيء نورمال، بصح احنا ما عشناش هذيك، احنا درناها كيما قال لك واحد، قال لك احنا درنا الحرب لأن كلنا مستهدفين يعني. كنا بحكم القراءة، بحكم الدراسة ديالي، بحكم العمل، كنت نجوز من مناطق يعني جد حارة في هذاك الوقت. يعني تشوف أن الدعوة خلات في هذاك الوقت، دعوة خلات يعني بأتم معنى الكلمة. لو تكلموا يعني النظام ما كانش حاب يوري الوجه الحقيقي تاع الحرب اللي كانت صارية في هذاك لا الوقت. هو النظام كان يمارس على الأرض، على الواقع كان يمارس، على النظام ما كانش غائب، النظام كان يمارس على أرض الواقع شيء ولكن ما يهدرش عليها في التلفزيون. إيه رانا نتكلموا على الإعلام يعني في حق الله، لأنهما كانوا متحكمين في وسائل الإعلام، كانت التلفزة الوحيدة وكانوا متحكمين في التوجيه، هما يستعملوا في الوسيلة نتاع التلفزيون من أجل توجيه. يعني أنت دوك قال مثلا كيما كنت تحكي لي، قال منطقة في تيزي وزو راه الرعب حاكمها والناس راها تتفرج في فيلم مدبلج نتاع المكسيك في التلفزيون.
والله انا ما نتكلمش يعني حقيقة على تيزي وزو يعني في عقد الامر، نتكلم على بعض المناطق الاخرين، نتكلم على بعض الجوية في الجي، نتكلم على الخضارية اللي نعرفها مليح لان عندي العائلة التم. نعم. ففي لان تيزي وزو في البداية ما كانش حاجة كبيرة، من بعد اللي بدات يعني في 96 مع مسومية بجي اس بي سي اكسترا، لان يعني في البداية ما كان فيها والو يعني تيزي وزو، لكن في لكن بعض المناطق كانت بن عمي كانت مناطق محرمة على الجيش، كان الجيش ما يدخلش. فمثلا في جوايه مثلا تاع زبربر كان الجيش ما يطلعش، كان كانت الجماعات الاسلاميه هي اللي حاكمه المنطقه. نعم. احتاج زروال من بعد باش طلع الجيش باش امنوا يعني بعض المناطق، يعني دار لي بوست ميليتير هذوك افونسي اكسيتيرا. بالتالي كانت الغالب الجماعات الاسلاميه في البدايه يعني، وهذا الناس ما كانوش يتكلموا عليها، يعني يقول كل شيء نورمال وهذا العام يعني عادي وهناك الامن وتغلبنا عليهم، وكل خطره يقول لك يا ودي مازال بعض الالاف رايحين نقضيو عليهم، رايحين قبل نهايه السنه راح تولي ولي الامن. لكن الناس اللي كانوا في الميدان اللي عاشوها يعني هذيك المرحله من بينهم انا، كنا شايفين بلي ان الوضع ماهوش كيفاش كانوا يتكلموا عليه في التلفزه. الجيش كان يخاف، الجيش كان في بعض المناطق كان يدير البراج تاعو حتى الخمسة تاع طيح ليل يدخل الكازرنة، يدخل الكازرنة ويخلي هذاك الشعب في ويتصرف مع الجماعات اللي دخلوها يعني جميع. بعد صرا البونديتيزم، لأن الجماعات هذه الإسلامية ما كانتش غير إجت جماعات يعني حقيقية دخل فيها البونديتيزم، دخل فيها يعني سورتو في الشر واسمو لي كونفلي هذوك بيرسونيل. نعم. واحد عنده يسل واحد يعني على الارض وعلى على كاش يجي يصفي الحسابات تاعو مع عائله كان عنده مشاكل معاها، يعني اشياء من هذا النوع خلقوهم. يعني كاين جماعات رانا ان شاء الله نديروا عليهم برنامج، كاين جماعات اللي خلقوهم من بينهم هذا علي الزاوي، هذا راهو كان ضمن جماعه مسلحه، هذا راهو كان واحد عنصر من العناصر اللي كانوا في جماعه مسلحه، والان راهو خبير في الدربوكه ولا إيه. كانت جماعات خلقوها، انا ما على باليش مانيش متاكد منها، لكن كانت كثير من الجماعات كانت حقيقيه يعني. لا اكيد هو انه كانوا ناس اللي عندهم، لان هاد الناس هادو اللي طلعوا الجبل ما جاوش من كوكب واحد. لا كاين الناس اللي مقتنعين مثلا كيما سعيد مخلوفي، كان ضابط في الجيش وانسان متكون وانسان متدرب وانسان عنده توجه اسلامي، وكان مقتنع بالفكره نتاع النظام هذاك من انه لابد من عصيان مدني ولابد من كذا. احنا ما نحكيوش ما نقولوش باللي ما كانش، ولكن كاين الناس اللي تم توظيفهم وتم تكوينهم وتم تشكيل جماعات مسلحه من اجل تشويه الصوره نتاع الاسلام. هذه مساله قلناها وراه يجي النهار اللي اكدها تؤكد من طرف ناس اللي كانوا في النظام. لا انا ما عنديش شك ان المخابرات في ذاك الوقت طرقت انها دارت يعني مجازر اسم هذه، انا ما عنديش شك فيها. نعم. لان كان هناك بعض الاشياء غريبه عجيبه يعني تكلم على المجازر الى اخره، لكن انا الشيء اللي حبيت نقوله هو ماهوش هكذا على نتكلم على القيادات. مثلا انت في البلديه تاعك لو نقول لك شكون اللي مات في البلديه تاعك، نعم، في هذاك الوقت جيبهم لي بالاسم. اكيد جيبهم لي بالاسم. لو كان نقول لك شكون اللي قتلهم جيبهم لي بالاسم، يعني اللي قتلهم ثاني كانوا عايشين معك مش بالضروره من إيه، ولا ربما واحد ولا اثنين مش بالضروره. كاين اشياء اللي الانسان يكون على باله بها، وكاين اشياء اللي الانسان تتجاوزه. حيل احنا قاع عايشين في الجزائر، اللي ماتوا انا نعرفهم عشت معاهم، واللي قتلوهم نعرفوهم ونعرفوا علاش قتلوهم ونعرفوا كيفاش دخلوا في المصالحه فيما بعد. ما هذو الناس ما جاوش من كوكب واحد اخر. نعم. المهم لما مثلا الان يجي واحد يقول لي الجماعات في هذاك الوقت مخابرات، نقول له اسمح لي حقيقه اذا قلت لي بلي ان هناك جزء يعني دخلوا فيه المخابرات وهذا ما فيه حتى شك، لكن باش تجي تقول لي ان كامل هذو الناس مخابرات هذا كذب، هذا ماهوش صحيح. نعم. يعني هي نعم. شكرا أخ سامي. عيسى الآن رنا في النقطة الثانية والثالثة، تفضل أخ عيسى. ألو نعم
تفضل. أبرز الصحف، أبرز الصحف اللي في تلك المرحلة قامت بالدور هذا نتاع نشر الفتنة، بالإضافة إلى الوسائل التي استخدمت في لنشر الفتنة. الصحفية معروفة كاينة، ما كانوش ثاني بزاف، كانت الخبر، كانت النهار، كانت لا 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 النهار ما كانتش موجودة. نهار خلقت خلقت ذاك النهار يا رجل في التسعينات، حتى ظهرت في أواخر التسعينات. لا 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 غلط، نهار خلقت ذاك النهار عندها واسمه خلقت بعد بعد 2000 خلقت بعد 2006 النهار، واش بيك تهذا خلقت ذاك النهار. الوطن، الوطن كاينه لو ماتان، اسنا شكون ما كانتش صحف كثيره في الورقه في الوقت هذاك، ما كانش، كاين ثلاثه ولا اربعه، لكن وخلينا من جدد هذا على بالي يعني انا اللي غلطت في هذاك الوقت. ما كان بصح كما كنت تقولوا قبيل، كما كان يقول الاخ سامي انه هما انا ما نعرف كان استراتيجيه نتاعهم باهي يلموهم وكلو يعطوا يقدروا عليهم والله. المهم هذاك الوقت كانت صاحبي كان يجيك في رمضان مثلا يدوروا بالمحشوشه صح، ما تدي في الرواد يعني في الاحياء يعني ما كانش امن خلاص، والناس الخمسه تاع العشيه خلاص تحت الظلمه واحد ما يخرج من الدار. اسمع ما هذاك الوقت كان فيه اونتر، انا نقول انا بين 93 94 حتى قول انصاف 95 هكذاك، كانت ما كانش دوله، كانت الناس تموت في الطريق، اسمع واحد يقتل واحد في الطريق كيما بكري كيما وقت فرنسا طول، يخرج يلقى واحد يعسوه بعد يقتلوه، يا بوليسي يا شرطي يا عسكري، يا واحد جاب بيرميسيون. بصح ما تعرفش كل الشهود يقول لك جماعه بولحية وتيروا عليه وهربوا، واحد يقول لك ما نعرف، واحد يقول لك ما شفناش، جاوا في 505 جاوا في 405، ما تعرفش شكون الجهه الحقيقيه اللي راح يتقتل في هذوك الناس. وسورتو بدات بالعسكريين والشرطه والبسطاء، ثاني البسطاء لو كان غير قال مثلا راهو عنده قراض ولا حاجه هكا، وزيد هنا كما كنا نقولوا ديما ما يهضروش عليهم، هذا يهضروك على حاجه كبيره ويزيدوا يضخموها لك مثلا، حقهم محرقوا كاميو، حرقوا مدرسه. وانا والله ساعات انا كي نرجع حتى لا ميموار تاعي نقول الشيء اللي يديروه هما اللي يديروا الدوله اخي. من بعد احنا عرفنا باللي النظام كان عنده طرف كبير في الشيء اللي يديروا الدوله، اذا ينعتوه لنا في التلفزيون، والشيء اللي يديروه الاخرين ما يبانش، كانوا يديروا حاجه كبيره ومسحوها في الاخرين، والاخرين حتى يديروا حاجه كبيره ما تبانش ما يبينوهاش، واش صرا في الجبال ولا واش لي زومبيسكاد اللي صرات ما كنا نشوفو فيهم في التلفزيون. هاد كاين شي واحد يهضر عليهم خلاص ما يهضروش عليهم. زيدوا شي الوسائل اللي استخدمت هي استخدمت بزاف باسم الاخرين والاخرين، كيما تقول لكم قلت تهضروا على المنقذ، انا كان عندي العشرين عدد كومبلي المنقذ. انت ذكرت اسم ما نعرف، بصح نزيدك اسم ثاني زبده، ما عرفش كانت تاع هو التوزيع ولا كانت كاينه كانت عندهم جريده الجريده نتاع المنقذ، وكانت هناك المهم شوف كانت في بعض الجرائد اللي نشفى عليها انا، لانه الانسان اللي ما قراش الجريده هذه كيفاش هو يحكم عليها. كانت هناك جرائد، اصبرني، كانت هناك المنقذ، كانت هناك الهدايه، كانت هناك العقيده، كانت هناك النصر، كانت هناك الشعب، فيما بعد جت الخبر، هذو الجرائد اللي كانوا موجودين، كانت الشعب المجاهد، كانت الخبر، كانت المنقذ، كانت المنقذ اعتقد جريده ماهيش يوميه، جريده اسبوعيه، كانت المنقذ، وكانت هناك جرائد كما كان قبيل يقول الاخ سامي، جرائد حزبيه، جرائد تابعه للاحزاب، يعني جريده واسمها الوحده، جريده واسمها تاع الجزائر الاحداث، جزائر واسمها تاع الجمهوريه، كانت هناك فيما بعد جات المساء، لوريزون، لو سوار دالجيري، المهم كاين جرائد بالعربيه وكاين جرائد بالفرنسيه.
تفضل. انا نحكي لك على المنقذ البديل. ايه تفضل. المنقذ انا كان في 20 عدد، كانوا عندي في 20، سمعت. المنقذ كان يدير المسيرات لانه كان حزبي، ما يمثل الحزب تاعو، هذه لا نقاش فيها. وكانوا دون كوتي دايرين الفضائح الماليه، كانوا من بعضها اللي كانوا ينشروهم، هذا كما يقول لك بالخير عنده والفيلا تاع فلان، وسمى نوع من سمى نشر ملفات الفساد. ملفات الفساد، شوفوا المسؤولين تاعنا اللي راهم يحكموا في البلاد كما رانا دوك نسمعوا، كانوا قبل يهضروا على العربي بالخير، دوك خير انا نهضروا على هذا اللي في كيف اسمه، هذا اللي في الماريكان، هذا شكيب خليل. شاكيب خليل، يعني كي تكون طاري الاحداث نفسها تغيرت الاسماء برك، كما كان العربي بالخير يقولوا مداير مداير، وعنده تا خط غاز، وعنده املاك، وعنده كذا، وعنده كونت في لاسويس، راهي نفس الشيء في 2015 و2014 بدينا نسمعوا بهذا شاكيب خليل، ونحاسبوه وسرقوه في الماريكان، سي لا ميم تقريبا نفس الافكار بتغيير اسماء فرات. هذه الفساد يعني ما تنحاش من اللي كان كاين، هذه كانوا ينشروها هما ثاني في الصفحات تاع المنقذ، سمعت. الاخرين كانت بعض قلت لك تضخيم الحوايج وما يديروش حوايج، وتلقاهم كيما قلت قبيل يتهموا ناس هما خاطئين، خلاص التشويه، واحد اذا قال كلمه حق المهم فيه انديريكتومون بصح فيه تشويه، فيه تشويه. هذا ما عندي الاخ نور الدين. نعم شكرا عيسى. تفضل الاخ مولود الميكروفون. تفضل الاخ مولود. الو الو اخ مولود هل تسمعوني؟ في انتظار عوده الاخ مولود نذكر كل الاخوه والاخوات اللي راهم يتابعوا فينا. نعم تفضل الاخ مولود. نعم بسمعك. تفضل. نعم الصحف اللي قدم الميكروفون راس الحرب يعني في الفتن. نعم أبرز الصحف اللي في تلك المرحلة ساهموا بشكل مباشر في إذكاء النار تاع الفتنة والوسائل اللي كانوا يستخدموا فيها. أنا على كل حال نحكي الفترة اللي كنت فيها هنايا، لأن خرجت من ميكروفون يا الأخ مولود راهو كاين تقطع أواخر 1990 شهر، كاين تقطع وكاين رطار في الـ. نعم تفضل. المهم انا اسف لكل الاخوه والاخوات اللي راهم يتابعوا فينا، كاين فيه تقطع. قلت انا بصفتي الو الو عاود خرج الاخ مولود وعاود ادخل. المهم انا اسف لكل الاخوه والاخوات اللي راهم يتابعوا فينا على المباشر، كاين فيه تقطع من الخط نتاع الاخ مولود، في انتظار عوده الاخ مولود. هو انه أخ مولود هل تسمعوني؟ الأخ مولود عاود خرج وعاود دخل، عاود خرج وعاود دخل. إذن الإخوة والأخوات نحن على المباشر، الموضوع تاعنا اليوم هو الإعلام في الجزائر والمأساة، معي الأخ عيسى من كندا، الأخ سامي من كندا، والأخ مولود من بريطانيا، في انتظار ربما كش ما يزدوا يلتحقوا بنا إخوة آخرين. نحن نناقش الآن النقطة اللي تتعلق بالأبرز نتاع الصحف اللي ساهمت في تلك المرحلة في المأساة الجزائرية والوسائل التي استخدمت لإذكاء نار الفتنة. كانت هناك صحف هي تابعة لأحزاب، وكانت هناك صحف تابعة للنظام. الوسائل التي استخدمت هي تضليل، يعني تضليل، بالإضافة إلى أنه إذا كان فيه كانت هناك فتاوى، فتاوى سواء من طرف نتاع النظام ولا من طرف نتاع الجبهة الإسلامية، أيضا كانت هناك فتاوى، كانت هناك تحريض، كان هناك تعنيف، كان هناك يعني واسمه دفع للمواجهة. يعني انت دوك لما تكون انت راك حزب سياسي راك دير في السياسة، حزب سياسي راك دير في السياسة. لما انت دوك مثلا تشوف انت
علي بن الحاج لابس كومبا ورايح انت لوزارة الدفاع، راك حزب سياسي ولا راك واسمو ميليشيا؟ راك حزب سياسي، دير السياسة، دير السياسة. اخ مولود الميكروفون من فضلك. لما تكون انت يا راك دير في السياسة، دير السياسة. وذوك حنا لما رانا نتحدثوا كانت هناك اخطاء، اخطاء كارثية، اخطاء من كل الاطراف، ولكن البدايات، البدايات هي هو انه كان هناك، كان هناك دفع، دفع للمواجهة. يعني كان من جهة هو انه تضخيم، تضخيم من طرف بعض الصحف اللي كانت عندها ولاءات تدفع على جال باش تخوف الجهات الأجنبية، الجهات الدولية. وكاينين الناس اللي كانوا هما يعطيو لهم في المبررات هذيك، ايه يعني زعما شغل ايه ودزو معاهم، كانوا هما شغل يعني الشي اللي يقولوه هما هذوك هما يتبنوه. ووقع الفأس على الرأس، بحيث هو أن الجزائر فيما بعد دفعت الثمن غالي، آلاف المؤلفة من الجزائريين اللي تقتلوا، تقتلوا بنار نتاع 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 البغض ونتاع الحسد ونتاع الضغينة هذيك اللي غرسها هذاك الإعلام، الإعلام هذاك اللي فرق الأسرة الجزائرية. حتى لما تكون أنت في قناة فضائية وتدفع في الجزائريين من أجل يكرهوا مش شخص، لما تكون مثلا تتحدث على شخص، قال لما انت تتحدث انت على فئات من الشعب، تكون انت دوك مثلا كاين الناس دوك انت في 2016 ويقول لك مثلا على المسلمين هذوك يشربوا في بول البعير، تراك تضر، تضرب في مليار مسلم. ماكش تقال دوك لو كان تقول مثلا باللي واحد، والله انا نشوف فيه باللي هذا السيد هذا راه ما عنده حتى علاقه بالاسلام، هذا السيد هذا راهو انسان قال متخلف، ولا انسان غير متعلم، ولا انسان غير ناضج، ولا يعني الناس راها في المريخ، والناس راها في في في, في المعلبليش انا في كذا، وهو مازال يحكي لي هو على بول البعير باللي راهو يشفي انسان عنده مرض القلب، ولا عنده كونسير، ولا عنده كذا. نقول لك بارك الله فيك، راك انسان انصفت الاسلام وانصفت المسلمين. لكن لما انت تجي تضرب انت مليار كامل، يعني هذو كامل جهلة، كامل المتخلفين، كامل ما مش فاهمين الإسلام، وانت يارك إنسان متنور وإنسان ما شاء الله عليك. كانت إذن هناك بعض الصحف اللي كانت هي تدفع، تدفع للفتنة، كانت تدفع للمواجهة، وكان هناك تصعيد من الطرفين. الأطراف اللي كانت هي تدافع الخيار تاع الانقلابيين وتدافع الخيار تاع الناس اللي كانوا في السلطة، سواء كانت مدفوعة بمعنى أنه كانوا صحفيين كانوا يشتغلوا في الجهاز تاع المخابرات آنذاك اللي كان يشرف عليه التوفيق، وكانوا تابعين للأجنحة اللي كانت تشتغل تحت الوصاية تاع العربي بالخير ونزار ولا كليك، وإلا في المقابل الناس اللي كانوا ما عندهم توجه إسلامي، وكانوا في تلك المرحلة للأسف الشديد كانت هنا، كان هناك ما كانش كيما نقولوا مثلا يعني وسطية، بحيث أنه قال مثلا نبحثوا على مناخ وين أنه نجمعوا الناس كامل، هذه الجزائر تاع الناس كل، يعيش فيها الإسلامي ويعيش فيها العلماني ويعيش فيها اللائكي ويعيش فيها الوطني، والجزائر تاع الناس كل فيها العربي وفيها القبيلي وفيها الشاوي وفيها الترقي، وهذا الاختلاف هذا، هذا راهو ثراء ريشس البلاد. يعني انت ذركة لما تكون عندك فكرة، وهذا اللي راهو ذركة علماني هو عنده فكرة، انا ناخذ الفكرة انت هذاك الاسلامي اللي كان راها فكرة صائبة، وناخذ الفكرة انت العلماني اللي كان راها فكرة صائبة، وناخذ الفكرة انت الوطني اذا كان راها فكرة صائبة، ونقدر نصنع انا، نقدر نصنع أنا من هذيك الأفكار هذيك، نصنع منها أنا الشيء اللي هو فيما بعد راهو رايح يفيد البلاد. لكن لما تكون أنت تمشي فقط مع شريحة معينة، قال أنت راهو عندك توجه إسلامي وتمشي في التوجه الإسلامي والأخرين ما يكزيستيوش معاك، والله أنت راك علماني وتمشي في التوجه العلماني وهذوك ما يمشوش معاك،
فيما بعد انت واش راك رايح تدي؟ انت ما راكش تحوس على بلاد اللي يعيشوا فيها الناس كل، تراك تحوس على بلاد اللي يعيشوا فيها ناس فقط. لانه واحد ما يقدر يقول لي باللي دركا باللي راه الاغلبيه معاه، اللي قال باللي راهو هذا كذاب. واحد ما يقدر يقول لك باللي الاغلبيه راه معاه الان. ناس كامل تسال في هذه البلاد، يسال فيها كل اللي يعبد في البقر، كل اللي يعبد في الحجر، كل كافر، كل ملحد، كل الناس كامل نتاع البلاد الجزائري ما تقدرش نحيلو الجزائريه نتاعو. من حقك انت عندك مشروع نتاع على جلب شرك تناضل من اجله، من حقك انت عندك افكارك تناضل على جلب باش انت توصل، هو انك انت تدير مشروع، ولكن ما تقصيش الاخرين. هذا الاقصاء هذه لازم يروح. الاقصاء كان موجود في تلك المرحله، ما كانش هناك مع الاسف الشديد هي العقليه ولا الثقافه نتاع القبول بالاخر. كل واحد يشوف في روحه باللي هو الاحق بالبلاد، يعني اللي راهو عنده توجه اسلامي يشوف من انه هذوك الناس كانهم عملاء وكانهم يخدموا في جهات غربيه وفي كذا، والاخر يشوف فيهم من انهم ناس راهم عايشين في قرن ما على باليش انا كذا، ناس متخلفين وناس حابسين وناس كذا. وفي كلتا الحالتين هذا مش تشخيص دقيق. لماذا؟ لانه قادر تلقى انت انسان راهو هو علماني وتلقى انسان متنور عنده افكار قادر هو يخدم بها البلاد، كما في المقابل قادر تلقى انسان راهو هو محافظ، انسان راهو هو حب على جلب باش هو يناضل من اجل مشروع اسلامي ولكن راهو خدام. حنا نتبعوا الانسان اللي راهو يخدم البلاد، ما يهمنيش فيها انا داير اللحيه ولا بلا لحيه. انا اذا كان الفكره نتاعو هذه راه تخدم البلاد، دوك واحد راهو هو قال مثلا راه انا رايحين نحل مشكل البطاله، رايحين نحل مشكل تاع السكن، انا ما يهمنيش فيه الا راهو علماني ولا راهو اسلامي، انا نحوس نخدم البلاد ما يهمنيش فيه شكون هو. اما اذا كان هو قال مثلا اذا راهو اسلامي انا نقبله، واذا كان راهو علماني ما نقبلوش. اذا كان هذا راهو عنده هو جاء افكار نحيها له، هي راهو تاع واحد علماني نحيها له، نقلب لها انا نجيب لها انا ايه والله حديث ونقلبها اسلام تاع انت انت اسلام، ولا العكس الاخرين نحي لها الايه والحديث ويقلب لها يقلبها باللي اسمه. اعتقد بهذه الطريقه ما راناش رايحين نوصلوا لحل البلاد. اذا هذه الاشياء اللي هي وقعت في تلك المرحله، علاش راني نحكيو في هذه الاشياء؟ حتى باش ما تعاودش تتكرر هذه الدماء، هذه الدموع، هذه المآسي اللي حدثت في البلاد. كان هناك اقصاء وما كانش هناك خط وسط، ما كانش هناك حوار اللي هو تلتقي فيه الناس كامل، كل واحد يعرف الحدود نتاعو. للاسف الشديد هو انه كانت هناك حريات ولكن الناس كان عندها غلو من خلال الغطرسة، من خلال الغرور. واحد يشوف في روحه باللي راهو كأنه هو راهو مرسل من عند ربي والاخر راهو شيطان مبين. وفي المقابل واحد يشوف في روحه باللي راهو هو صاحب الحداثة، صاحب التطور، والاخر راهو عايش في قرون ما على باليش انا ما قبل التاريخ. اذن بهذه السياسة اللي فيما من بعد شعلت البلاد، شعلت البلاد من خلال الإعلام اللي كان في تلك المرحلة، كان في تلك المرحلة الإعلام اللي كان متحزب ولا الإعلام اللي كان هو تابع للسلطة. هذه باختصار المداخلة نتاعي. تفضل الأخ مولود، في انتظار نعطي الكلمة للأخوة آخرين. تفضل الأخ مولود. أنا على كل حال ما عنديش كلام كثير في هذا يعني في هذه النقطة، لأن أنا تركت الجزائر في سبتمبر 1990، ولكن نعطيك شيء اللي كنت متذكره يعني. نعم. في الصحف اللي كانت يعني كانت تحرض، هي اللي كانت باينه في التحرير تاعها كانت ليبرتي، هذيك متطرفه. نعم. ليبرتي ويعني وللاسف كان يشتغل فيها واحد كان غير كيما بدا يعني في المهنه تاعو، ما نذكرش اسمه على كل حال، اللي راه الان لا. مع اللي راه الان مع جماعه الفيس. لا لا لا، هذا انسان من بعد يعني نقولوا كفر الذنوب تاعو من بعد يعني خرج من ليبرتي يعني. نعم. خرج منها ويصبح انسان يعني انسان منصف يعني. نعم. يعني ومن بعد نحاز للحق فاق
فاق نعم هو فاق يعني هو كان صغير يعني في عمره أنا كان معايا أنا سبقته بعام سبقته مع هو كان في سنة ثالثة كان في سنة ثانية في الجامعة في يعني في الحقوق كان دخل يعني دخل ك شغل يتعلم هكذا كما نقولوا ستاجيار يتعلم كان يعني يعاون بعض الناس يدير مثلا مقالات هكذا كانوا يحرضوا وخلقوا يعني خلقوا بزاف اشياء ما بينها مثلا الواقعه اللي سمعنا رانا رايح نسردها لك الان وانا يعني بطوله انا اللي كنت شاهد فيها هذه الواقعه نهار كانوا يديروا الفخخ للجبهه الاسلاميه في الاحياء في الاحياء الشعبيه خاصه في باب الوادي كيفاش الفخخ كانوا يعني الدوله كانت تدير فخات كيفاش انا جايك دوك نعطيك المثال مثلا انت في شهر صيام يجيبوا لك مغنيه يجيبوا لك مغنيه تغني في مسرح وهذاك المسرح جاي في حي شعبي مكتظ وهذاك الحي معروف بالتوجه الاسلامي تاعو لاصال الاطلس يجيبوا لك ليندا دو سوزا تغني في رمضان يعني تقدر تديها مثلا تقدر ديرها في الهواء الطلق ديرها في لاكوب مثلا في 5 جويلية بصح علاش انا من بعد باش فكرت لهاد الاشياء علاش يجيبوا هذيك يجيبوها للاطلس تغني وشوف يعني تقصد باللي كان فيه استفزاز للمشاعر نتاع الناس تما لا اكيد والدليل القاطع على ذلك انه يعني بعض الفرق ما بين هذه لاصا الاطلس اللي داروا فيها الدستور الاول الجزائري يعني بالمناسبه هاد قاعه الاطلس تفصلها من مسجد التقوى بضع مترات فقط كما مر عندك رصيف من الناس يعني الناس هذوك يصلوا التراويح اخ مولود راه عندك تقطع في الخط نتاعك الخط تاعي راه ممتاز الان راني نسمع فيك مليح من بعد راك تعاود تسمع روحك الان راني نسمع فيك تفضل اوكي فقلت لك يعني ويديروها في السهره يعني عندك مسجد يقابل في خط موازي يقابل يعني قاعة الاطلس يعني في صلاة التراويح وعندك هنا ويلي لاحظ اللي يعرف المكان هذاك يلاحظ هذيك القاعة يعني محفورة يعني الجدار هذاك محفور الصوت يخرج فيعني شغل استفزاز شغل يعني بروفوكيهم وخرجوا انا شفت ناس خرجوا يبداو مثلا يحبسوا الاحتفال هذاك وحبست غنت وقيلة ليلة ولا يعني ولا زهود ما نذكرش مليح ولكن من بعد راحت حبسوها بالقوه قال لك حنا ما نسحقوش زاد جا مغني ثاني ومغني جزائري مغني جزائري رفض هو رفض روحه رفض يعني بالقوه انه يكمل وصرات وداو الناس للحبس ما يعني ما بينهم واحد كان يعني يقرا معايا توفى الله يرحمه فيعني هاد الاشياء كانت مختلقه وفي الجريده وكنت نصبح في الجريده تقول لك متطرفين دخلوا لداخل لاصال وضربوا الناس وهي ما ضربوا ما والو صح كان فيه عنف يعني الناس داروا شغل جدار ما خلوش الناس تدخل وعلاها اخويا انت لما يوصلوا الناس انت يضربوا محمد السعيد يضربوه بالصباط ويضربوا النحناح بالصباط تحوس لي انت على واحد مغني من الخارج هذا اذا هذو يعني يضربوه مانيش عارف الغباء تاع يعني غباء بعض العناصر تاع الجبهه الاسلاميه للانقاذ الغباء تاعهم هما اللي وقعهم في الفخات هذه اللي كانت الدوله هي دارتها عن قصد عن قصد والاخرين ما مرقوش يعني انا مثلا كنت نخمم قلت هذا المغني الجزائري اللي يعني هو معروف جاي يغني تماك شاف الحاله هكذا يحبس يروح ما يديرش فتنه شاف الاخرين براهش تاع الفيس هذوك يستعملوا في القوه هو شاف الدولة يعني ساكتة ما كان والو الدولة يعني يحبس يروح علاش يعني انت واحد كي تشوفه على بالك بلي انسان تاع عنف الا تسمح من حقك انت لان لماذا هذاك التعنت هو يولد الانفجار فكثرة الفخات هادو هما ما يقراوش الدروس يعني الجبهة الاسلامية نقاط في بعض الاحيان
والله يعني تصدقني كأنهم الناس يعني البصرة تاعهم ما يقراوش العواقب ربما تقصد. قراءة العواقب. الإنسان اللي ما يداركش أكيد كيفاش يلحق يتصور العاقبة. نعم شكرا يعني شكرا الأخ مولود نمر لك. يعني خليني برك نكمل واحد النقطة للإنصاف برك. تفضل. ننصف جريدة واحدة كانت أسبوعية اللي هي جريدة الوطن باللغة يعني الفرنسية، وكانت رئيسة التحرير تاعها كانت اسمها ملاح، ما نذكرش سليمة، الله يرضى عليك، سليمة ملاح. نعم كانت هذه اللي المرأة هذه كانت منصفة، كانت حتى مثلا لما كانت مقاطعة الانتخابات كانت وقفت الدير يعني في الإشهار للناس اللي قطعوا الانتخابات تكلم عليهم. علاش ما علاش علاش تتكلم غير على الناس اللي مثلا دخلوا في الانتخابات؟ يعني مرأة كانت يعني على حتى وين حبسوها يعني في 1995 كانت هي أستاذة أعتقد في الفرنسية. أنا ما يعني ما نذكرش المشوار. أنا التقيت ما كنتش نعرفها يعني لحقتها ربي، التقيت بها بل عن طريق الصدفة في المحاكمة نتاع السويدية في 2002 في 2002 وسمعت يعني الشهادة نتاعها والأقوال نتاعها ثم، يعني رغم أنها يعني كما نقولوا متبرجة ولكن كانت تتحدث في كما كنت تقول أنت، كانت تتحدث بموضوعية يعني موضوعية، امرأة منصفة. نعم. أنا أقول لك أنا الكتابات تاعها دوك أنا ما ندخلش في قلبها، ولا وأنا أقول لك الواقع. نعم. الواقع تاعها حنا نحسبوا الناس في الظاهر، الواقع تاع المرأة هذيك مرأة منصفة. صحيح. ويعني وبالمناسبة نسلموا عليها. الله يبارك فيك. شكرا أخي مولود من بريطانيا. الميكروفون نمر لك الأخ سعيد ومن بعد نجي لك الأخ عبد القادر من كندا. الأخ سعيد اللي دخلت معنا الآن أعتقد من الجزائر. الأخ سعيد نحن الآن نناقش في الموضوع نتاع الإعلام في الجزائر والمأساة. الآن رانا في النقطة اللي تتعلق بالتلفزيون، يا هل ترى التلفزيون الرسمي هو شارك في الفتنة؟ تفضل الأخ سعيد. دونك السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. دونك أنا نسكن في إسبانيا، دونك خليت الجزائر مدعمي. مرحبا بك الأخ سعيد. دونك أولا دونك قبل التكلم عن اسمحوا لي أخ سعيد إذا عندك صعوبة باش تتكلم بالعربية تقدر تتكلم بالفرنسية، ما كانش مشكلة، تفضل على راه. باش الناس يفهموا قبل نتكلم على التلفزيون الجزائري، الناس لازم تفهم بلي كل الأنظمة الشمولية تعتمد على الإعلام. نعم. على الدعاية كما يسموها البروباغوند. نعم. دونك ما عشناه في 1990 في العشرية السوداء. نعم. المشكل يكون كان مع السلطة وكان مع هؤلاء الأصوليين. نعم. أما الدعاية الإنسان باش تشوف الغرافيتي دي شوز صعوبات الأمور، باش خاصة التلفزيون الجزائري لعب الدور في ترهيب الشعب الجزائري. هناك واقعة وقعت في مستغانم مع قتل الكشافة، الطفل الكشافة إذا كنت نعم نشفالها. نعم. نعم. تاع البرومي نوفمبر. نعم قاموا بتصويرها. نعم. وشافها كاع الشعب الجزائري. نعم. دونك هذا سي لا بروباغوند بور فير لا تيرور. لا تيرور او بوبل، سا سي سي سا لا غرافيتي دي شوز. دونك الانسان عندما يقرا في التاريخ تاع الانظمه الشموليه في العالم نجد قام بها هتلر، قام بها ستالين. دونك اذا قارنا مع كل الانظمه الشموليه موجوده في العالم، دونك لا يوجد اختلاف كبير. دونك كل الانظمه قلت قبل تكلمتم عن الجرائد. نعم. أولا في دراسة هذا الموضوع دوك كل عنوان كل عنوان يصدر في تلك أخ سعيد إذا كان عندك صعوبة في الحديث تكلم بالدارجة كما رانا نتكلموا بالدارجة، تكلم بالدارجة ما تعبش روحك، تكلم بالدارجة باش تسترسل في الحديث. دوك الدارجة يا أخي أنا قبائل تعرف ما عليش تكذب بالدارجة الجزائرية. دوك باش تكلمنا عن الصحف،
دونك قلت لك كل عنوان يصدر في تلك اللحظة في تلك المرحلة يجب أن نرى من يقف وراءها. دونك هذا هو المشكلة. اليوم سمعت واحد الأخ قال ليبرتي معروف صاحب هذه الجريدة قريب جدا من المخابرات أربراب. عندما نرى بعض كما الوطن بالهوشات نعرف بلي راه جاي من عائلة مقربة من العسكر. عندما نشوف اليوم دونك كل ما قاموا بهم هو مستنيتي السلطة تحالفت مع جماعة المال لابوليتيك دي بوليتيسيان افيك لي جون دو فينونس افيك لارجون دو سال. دونك الو نعم نسمع فيك تفضل. دونك كل ما قاموا قلت لك دونك اخذت المثال تاع مستغانم اللي قتلوه باش يرهبوا الشعب. كي تشوف الوطن وسمعت واحد الاخ ذكر سلمة المساني سي صح؟ نعم سلمة المساني لازم الشعب الجزائري يعرف بلي هي الناطق الرسمي للمخابرات الجزائرية. كيفاش؟ كل المعلومات كل ما يجري في نعطيك مثال. وعلاش هي شهدت مع سويدية ضد نزار؟ نزار؟ ماشي نفس الشخص. نفسها الأخ. لا 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 هو راه يتكلم على سلمة المساني تاع الوطن. سلمة المساني تاع الوطن. لا 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 شوف نقول لك حتى هذيك اعتقد اسمها سليمة المساني. ربما كانت مزوجة بواحد يقولوا له ملاح ومن بعد ربما طلقت. سليمة ملاح هذيك هي اللي راها موجودة في فرنسا وكانت. لا انت تقدر تحكي على واحدة اخرى. سليمة المساني اللي اون كورس دي باتير الاخ نوردين. لا 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 هذه راها موجودة في فرنسا الاخ سعيد اللي راهو يحكي عليها اللي يحكي عليها الاخ مولود سليمة ملاح. لا هذه شوف نقولك حاجه. دونك سلمة المساني راهي في الجزائر تعمل لحد اليوم في الجزائر. خاطي هو راهو يحكي على واحده اخرى. دايكور دونك نقولك على هذه. دونك سلمة المساني سي البورت بارول دو المخابرات. لو رجعنا للوراء لافير تاع تيكنتوري هي الصحفيه الوحيده التي اعطت معلومات بالتدقيق حول ما يحدث في نعم. ما حدث في هذا دونسيت افير لا. دونك اون بروف هي الوحيده الصحفيه الوحيده التي تدافع الى حد الان عن جنرال حسن. نعم. دونك كل ما نلاحظه حتى اليوم دونك الصحافه عندما تتدخل في عمليه هذه الحرب العصابات دونك نستنتج شيء واحد هو ان الصحف مسيره ولا مسيره من طرف المخابرات. وبعد سقوط هذه الزمرة ونجد هناك إعلام بديل هو الإعلام الإلكتروني الذي يسيره اليوم عصبة الرئاسة بن سعد بوتفليقة وزمرته كالمواقع الإلكترونية التي نعرفها اليوم. نعم. دونك حتى الجنرالات الذين يخافون اليوم من السفر إلى الدول كان نزار دونك اتخذ موقع اسمه ارجيري باتريوتيك الا يتوديزي كوم ان تريبين ديكسبرسيون بور سو ديفوند. كما دونك كما فعل بتشين على ليبوك مع جريدة الاصيل. نعم الاخ سعيد. دونك حتى الجنرالات والسلطه استثمرت في الاعلام. نعم. أما التلفزيون الجزائري دونك إلى حد اليوم لم يعد له تأثير كما في السابق. اليوم الساحة في الجزائر هناك 25 قناة. نعم. قناة خاصة وواحد 61 عنوان تاع جريدة. دونك التلفزيون الجزائري لم يعد له تأثير. نعم. خاصة مع فتح هذا الإعلام البديل فيسبوك واليوتيوب. واليوم قلت لك دونك هذه الاذاعه ستراديو لا جي ديكوفير سي بارازول. دونك جي ديكوفير دي تيمونياج. دونك سي فورميدابل. دونك جي لو دونك سي اترافير سيت
cette radio-là, j'ai su beaucoup de vérités, surtout sur les acteurs de la mouvance islamique. ولكن اقول له شيء، دونك لازم نعم، ما فيش مشكلة، نعرف ان تفضل. السلطة قاموا بجرائم لن يغفرها التاريخ، ولكن حتى الاسلاميين قاموا بنفس الشيء. والشعب، لان كي كنا في 1990 حتى 2000 كنا لا ننادي لا للدولة الأصولية ولا للدولة البوليسية. نعم. دونك الاثنين قاموا بمجازر ضد الشعب الجزائري، وكثير من الصحفيين راحوا ضحية لهذه الزمر من الإسلاميين ومن الجنرالات ومن الدولة. من الأخ سعيد مقبل الله يرحمه، كن قبل نتكلم أنه قتل من طرف الإرهاب، ولكن هناك بعض الروايات تقول أنه قتل من طرف الدولة. الأخطار جاوت سي لا ميم شوز، اون سو كو اون بونسي كو قتل من طرف الإسلاميين، واليوم هنا تظهر روايات أنه قتل من طرف الجنرالات، لأن لديه بعض الملفات. الملفات تاع الفونسي كما يسموه بالعربي. نعم، تفضل الأخ سعيد. إيه دونك واش نقول لك، دونك تكلمنا على التلفزيون الجزائري، وقلت لك لم يعد له تأثير اليوم على الرأي. في أنت عشت المرحلة هذيك الأخ سعيد، مرحلة نتاع 90، واش تشوف أنت الصحفيين في تلك المرحلة، الصحفيين اللي قدروا هما يعني لعبوا دور في تأجيج الفتنة هذيك وفي إذكاء الفتنة بين الجزائريين في تلك المرحلة؟ يعني دوك أنت ذكرت هذه سليمة المساني، ممكن تكون هي واحدة من، ربما كش ما زلت تذكرنا بعض الأسامي. دونك نشوف، نقول لك حاجة، دونك هذه سليمة المساني، دونك كاين في واحد المرحلة. نعم. كانت باسكو سلمة المساني هو اسم مستعار، دونك سي ان بسودو، سي ني با. نعم، الاسم نتاعها تعرفه الحقيقي؟ والله نسيت، باسكو ماشي هذه مريم. لا نو، لا اللي اونكور جو سي با. سي توت فاسون، لو كنت تتبع وتقرا الوطن يوميا، نعم، توت اليوم راهي مختصه فيما يحدث في الشمال مالي. سمحوا لي. نعم، واسمها أبوشو. مريم، والله مانيش ما نذكرش. أما سليمة مراح هذه، فهي هذه كانت قريبة لمتر علي يحيى عبد النور. ملاح ماشي مراح. إيه ملاح، كانت نعم. قريبة من متر علي يحيى عبد النور، وكانت جوكرو لا ديريكتريس تاع لا ناسيون في سنوات التسعينات، وهي الآن راهي تكتب في ألجيريا ووتش. لا ناسيون، مشي الوطن الأخ مولود، إذن لا ناسيون، صحيح، بارك الله فيك الأخ سامي، ذكرتني فيها، صحيح، لا ناسيون. إيه، رأيت كتب درك في ألجيريا ووتش، ويقال من أنه لا ناسيون رأي في الوطن، رأي مقربة من المخابرات، سمت روحها سليمة. عودت رجعت درك. شكون؟ هذه سليمة من اللي عودت رجعت للجزائر. لا، ما زالها وقل، رأي سكنة في ألمانيا على ماضي. حسب الشيء اللي على بالي، اعتقد يقولوا باللي لا ناسيو هذه كانت في تلك المرحله، كانت قريبه من حمروش. لا ناسيو سليم غزالي. سليم غزالي، اسمع لي تكلم على سليم غزالي. بارك الله فيك، هذه هي بذاتك جبت. للاسف خاطر باش تكون بارك الله فيك، صحيح، المخابرات هذا شيء مؤسف. صحيح تدافع عن حقوق المراه، ناضلت. سليمة غزالي، بارك الله فيك، هذيك هي بالذات. لا تسكن في ألمانيا، راهي عايشة في الجزائر، لها نضال حول حقوق المرأة. دونك ما لازم عاودت رجعت، كانت في فرنسا، كانت في المرحلة دونك اللي قريبة من حمروش، صح، دونك ولا موفونس افيك حمروش. دونك الآخر نقولك حول هذا الصحف، ربما استضفت كريم مولاي العميد السابق للمخابرات، كي نعم. هو له الشهادات ويعرف كثير من
الصحفيين الذين تدربوا في بن عكنون واختراق جميع الجرائد انذاك. دونك اليوم انا عشت في منطقه القبائل. دونك تعرف بلي منطقه القبائل سي لو فيف دو لا موفونس ديموكراتيك. التيار الديمقراطي. دونك الجرائد جد القريبه هي في ذلك الوقت هي السوار دالجيري والليبرتي سورتو سي. دونك اون با تو باسكو ليبوك دون لا ديسيني نوار دونك في دو سافوار اون شوز ا ليبوك الناس تقول بمنطقه القبائل هي سويسرا دونك لم يصل اليها الحرب بعد. دونك لكن منطقه القبائل في العشريه السوداء اين on a subi la terreur vraiment c'est après l'assassinat de Maktoub Lounès. Donc on a بدات الروايات. On a تاكدنا ك في اهل المنطقه تاكدنا والناس تعرف جميعا ان جميع هذه الصحف مسيره من طرف المخابرات. قتل في 25 جوان 1998 29 جوان جميع الصحف التي نعتقد انها قريبه من النضال من التيار الديمقراطي ولنا نفس الافكار التي ندافع منها ما تبلو ناس قتل من طرف الجماعات المسلحه. دونك donc le, ça c'est manipulable. Donc on a vu même un certain député qui est proche des services 5 minutes après sa mort, il a déclaré que Maktoub Lounès a été assassiné par les services secrets. Mais le lendemain, le Jemaa al-Shabab a été au pouvoir assassin. Al-Sahafi al-Muhtarif. الصحفي باسكو لازم نتكلم على لا ديونتولوجي جورناليستيك كيفاش ترجم على لا ديونتولوجي سي اخلاق المهنه. كي جاو لتيزيوزو سمعوا بلي الشعب يعيط بوفوار اساسين لا موندر دي شوز لوندوما الا يو بيل فا دير بلي الشعب عيط بلي هي الحكومه ولا هي السلطه التي قتلت مع دبل ونس. وصلت اكثر وللغريب ان 25 من بعد هذه الصحف فتحت صفحاتها زعما لبريتوندون زعما الناس جاوا بعض الشبان هذول جبت لهم السلطه باش يصرحوا للصحافه بلي هما اللي وراء مقتل معتوب لونس. دونك سي اترافير سيت بيريود لا دونك لا كابيلي ومنطقه القبائل لم تعد تصدق بهذه الصحف من بينها هذا اللي يدعي انه قبائل ربراب وليبرتي والناس. نعم شكرا اخي سعيد. من بعد نعود نرجع لك الميكروفون من فضلك. الاخ عبد القادر من كندا مرحبا بك. الو مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اخ عبد القادر الموضوع تاعنا اليوم هو حول الاعلام في الجزائر والمأساة راه من الاخوه الاكارم مولود سعيد سامي عصاره متفضلوا اضافوا كثير من المعلومات المتعلقه بموضوع تاعنا. نحن الان في النقطه اللي تتعلق بالابرز تاع الصحفيين اللي قاموا في تلك المرحله بدور نتاع تاجيج الفتنه. راهم ذكروا الاخوه من بين الاسماء هذه سليمه تلمساني، ربما كش مزيد تذكرنا بعض الأسماء اللي راها في الذاكرة نتاعك ربما من خلال قراءتك للصحف في تلك المرحلة. وهل ترى كيفاش كان المواطن ضحية للأشياء هذيك اللي ظلل بها، يعني المعلومات اللي كانت تنشر في الصحف إلى غير ذلك؟ شكرا خويا نور الدين، نحييك ونحيي الاخوه اللي راهم معاك في الكونفرنس هذه، ونحيي جميع الجزائريين والجزائريات داخل الوطن وخارج الوطن، ونحيي كذلك الصحفيين الشرفاء. الصحفيين الشرفاء كانوا صحفيين شرفاء وكانوا يعني متخلقين بالاخلاقيات المهنه، ولكن مع الأسف
مع الأسف يعني المأساة أو الإعلام وعلاقته بالمأساة، كما تعرف أنت يا قبل أي حرب، قبل أي حرب، الحرب ماهيش غير حرب يعني فيزيك، يعني قتل وكذا، هي حرب إعلامية، واللي يعني اللي يضبط ويكونترولي الإعلام فهو يعني خلاص، يعني الحرب راهي في، يعني راح يفوز بال هذه. وكما يقولوا أن الحقيقة، يقولوا أول ضحية في الحرب، أول ضحية في الحرب تسقط هي الحقيقة، سي لا فيغيتي. يعني احنا نتذكر اثناء المأساة الحقيقة غيبت، ما تعرفش وش راه صاري، يعني خلطوها للشعب، الشعب الجزائري حتى بدا يشك في روحه يعني. نعم وكان امر ممنهج، كان امر ممنهج. مع الاسف ان من المفروض تكون الصحافة يعني تلتزم بأخلاقية المهنة، ولكن كانت موجهة كما راه قال خويا سعيد اللي دخل معنا بارك الله فيه ونوجه له التحية. يعني الصحافة آنذاك وجهت، كانت موجهة من طرف مخابرات، يعني المخابرات الجزائرية، وكانت تقوم بواحد السياسة، سياسة أولا سياسة تشويه الطرف الثاني، سياسة تخويف الشعب من هذا البعبع، من هذا الناس، من هذا التيار إلى غير ذلك. كانوا يقوموا بسياسة الكذب على الشعب كذلك، وكانوا كذلك يقوموا بواحد سياسة الشيطنة، شيطنة تاع الجهة المقابلة. يعني بصفة يعني مختصرة، كنا نشم رائحة الإقصاء. يعني كانت صحافة نتاع إقصاء الطرف الثاني. وما ننساوش باللي كذلك، وخاصة الصحافة المفرنسة، الوطن ولو ماتان وليبرتي اكسيتيرا، ما ننساوش أخي نور الدين باللي هذيك الصحافة كانت كذلك موجهة إلى الرأي العام الدولي وإلى أصحاب القرار، خاصة الفرنسيين. أنا في 92 كنت بفرنسا، نعم وكنت نمشي يوميا، تقريبا يوميا بعد الجامعة، كنت أنا ذاك أدرس في الجامعة أنا ذاك، كنت مباشرة بعد إنهائي من الجامعة نمشي مباشرة إلى لا بيبليوتيك بومبيدو في شاتلي باري. نعم نتذكر أن في لا بيبليوتيك بومبيدو كان جناح، عملوا جناح خاص غير بالجيري، جناح كبير يعني في المكتبة كاين جناح مسمينه جناح تاع الجيري، وكان أي خبر يديروه في الصحافة المفرنسة في الجزائر يقطعوه، يعني يديروا قصاصات ويحطوه في دي ريجيستر ثم في الآخر، ويخلوا الناس باش تطالع الأحداث، يعني الأحداث الموجودة في الجزائر، ولكن من وجهة هذه الجماعة وهذا التيار. يعني فالصحافة آنذاك كانت أولا توجه للشعب الجزائري من أجل التخويف تاعه، من أجل الإرهاب تاعه، من أجل تشويه الطرف المقابل، من أجل كذا وكذا كما قلنا. ومن جهة ثانية كانت كذلك موجهة إلى الرأي العام الدولي. ونتذكر أن هذاك الجناح تاع الجيري، هذاك اللي راني حكيت لك عليه، تقريبا يعني هو الجناح اللي معمر الغاشي، يعني الغاشي يوميا يوميا ثم الناس طالع، دي فرونسي دي بينوار، للشباب الجزائري الى غير ذلك. فهذا هو هذا، ما ننساوش هذا، ان الصحافه هذه خاصه تاع الاقصاء ليليميناسيون تاع، من المفروض يكون هذه الصحافه انها تدعو الى التعايش بين الجزائريين، تدعو الى الاستماع والحوار ولوقت الحوار ولا وكذا، ولكن يا للاسف
ما انتهج، لم تنتهج هذا النهج، وإنما انتهجت نهج الإقصاء ونهج الضرب الجزائريين بالجزائريين. وكما لا يخفى عليك أنا ذاك في ذاك الوقت نور الدين ممكن راه على بالك اللي تقريبا المعلومة ما كانتش تمشي في البلاد، يعني كانت تمشي بوشة وغيري، ما كانش يعني الصحافة كانت محتكرة من طرف الأغلبية، محتكرة من الناس الإقصائيين هذو واللي حبوا يقصيوا هذوك الجزائريين مهما يكون يعني اختلافنا معهم ولكنهم جزائريين. التلفاز بطبيعة الحال أصبح وسيلة من وسائل السلطة، من المفروض يكون هو وسيلة عمومية تكون عندها هذه الحيادية ولكن خرجوا من هذه الحيادية، خرجوا من خدمة الشعب وبدأوا أصبحوا يعني وسيلة لخدمة السلطة وفقط. فنتذكر أنا ذاك في ذاك الوقت أي واحد مثلا في كاش باراج مثلا يكون عنده كاسيت فيديو ولا يكون عنده كاسيت أوديو ولا يكون عنده أي معلومة يلقاه الدارك ولا كذا، مباشرة يروحوا يلقوا عليه. يعني كان حرب، تاع معلومات ذاك الوقت، كانت حرب بين هذه الأطراف. نتذكر ثاني واحد مهندس نعرفه يعني شخصيا، كان عنده فاكس في الدار، يعني كان عنده فاكس، وهذاك الفاكس كانوا يعني فيه تواصل مع مجموعات، مع التيار تاعو إلى غير ذلك. فمرة صدموا عليه الدرك ولقاو عنده الفاكس، فغيبوه هو والفاكس نتاعو. يعني تشوف أهمية يعني كيفاش كانوا معتبرين الإعلام، يعني هو العصب، هذه الحرب على الشعب الجزائري. كما راك سألتني الصحفيين، يعني ما نتذكرش، يعني أنا كنت نقرأ فقط الوطن، نقرأ ليبرتي، نقرأ ما نتذكرش اكزاكتلي الصحفيين، ولكن يا للأسف أن خاوتنا هذوك الجزائريين مشاو في هذا المنهج، تاع إقصاء البعض، إقصاء الجزائريين، يعني جزائري يقصي الجزائري، والسلطة هذه ما عندهاش دين، يعني تخدم بيك ومن بعد تاكلك، وهكذا تخدم بيك باش تضرب خوك الثاني، خوك الجزائري، ومن بعد تاكلك انت وتاكل خوك، وهما اللي بقاو وهما اللي مازالوا حيين، وسين الزار مازال حي، وتوفيق مازال حي، ومساكين الصحفيين الجزائريين اللي ماتوا يعني غدرا، والجزائريين كذلك في الجهة الثانية اللي ماتوا كذلك غدرا وظلما إلى غير ذلك. يعني هذا واش حبيت نقول خويا نوردي، وراني في الاستماع. نعم، شكرا أخي عبد القادر، ربما نزيد نضيف برك بعض المعلومات ومن بعد نعاود نرجع لك الأخ عيسى ومولود ومن بعد سعيد. فيما يتعلق دائما بالنقطة هذه المتعلقة بالإعلام والعلاقة نتاعو بالمأساة، من بين الصحفيين اللي نذكرهم أنا في تلك المرحلة هو هذا المسمى أنيس رحماني. هذا واحد من الناس اللي كانوا يشعلون الفتنة في الجزائر، وكان اسم واحد آخر نتاع هذا نتاع نائل بالرحال. وبطبيعة الحال كانوا هناك الكثير من الصحفيين اللي هم في حقيقة الأمر رجال نتاع المخابرات أو ناس مخبرين، ومنهم اللي الان راه مازال راهو الان في 2016 راه مازالهم راهم يشتغلوا سواء في النهار ولا في الشروق ولا في كذا باسماء مستعاره. هما كانوا يخدموا بالاسماء المستعاره، سورتو يخدموا بليبسودو، يدير لك هكذا نون راء حاميم سين شين كاف عين كذا ويوقعوا، وهما الاختصاص نتاعهم في اخراج الملفات، خرج ملفات قال مثلا درك شخص معين يحرجهم يقلقهم يديروا عليه ارتيكل في الجورنال، يديروا عليه واسمه مقال ويجبدوا له بعض المعلومات الشخصيه، يدخلوا له حتى العائله نتاعو، يحاولوا هو انه يبحثوا في التاريخ نتاعو، يبحثوا في العائله نتاعو، يبحثوا في المقربين اللي معاه
في الزوجه نتاعو في ولادو، يبحثوا له في اي طريقه على جال باش هما يستعملوا له ملف، ملف نتاع ابتزاز، ملف نتاع باش يشوهوه، باش يخوفوه، باش يربكوه، باش كذا باش كذا باش كذا. وكانوا يستعملوا في بعض المصطلحات لما يكونوا يتحدثوا على الناس اللي هم من الفيس كانهم راهم يحكيوا على صهاينه، مش جزائريين، مش مسلمين، مش ما عندهم حتى علاقه لا بالثوره ولا بالجهاد ولا بالاخلاق ولا بالاسلام ولا هو. كانهم يحكيوا على عدو خارجي. لما يتحدثوا على الناس اللي مع النظام كانهم يتحدثوا على العربي بن مهيدي ويتحدثوا على مصطفى بن بولعيد، مع انه منهم اللي الصلاه ما يعرفهاش، سكيرجي 25 في الساعه، ماشي 24، 25 في الساعه، سكيرجي، قمرجي، وهكذا. ويتحدثوا عليه وكانه العربي بن مهيدي والله مصطفى بن بولعيد والله واحد من القاده نتاع الثوره المعروفين بالتضحيه من اجل الوطن. يعني تتحدث انت على امام معروف بالاستقامه نتاعو ومعروف بالاخلاق نتاعو ومعروف بالورع نتاعو بالتقوى نتاعو، تصوروا على اساس شيطان، شيطان مبين راهو يمشي، وفي المقابل سكيرجي قمرجي خارج الطريق، تصوروا على اساس انه راهو هو الامام. ما كانش موضوعيه. تذوق مثلا انت راهو واحد قال مثلا خارج الطريق من الفيس، هذا مش اللي راهم في الفيس، ما راهم لا انبياء ولا راهم صحابه وما راهم جزائريين، راه واحد غلط احكي عليه هو، علاش انت تظلم في الناس الاخرين؟ لماذا قال مثلا دوك علي بالحاج هو راهو غلط؟ احكي عليه هو في الغلطه اللي غلطها، لما يدير حاجه مليحه قول باللي راهو دار حاجه مليحه. انت راك اعلامي، انقل بموضوعيه، انقل بصدق، انقل بامانه. انت حضرت التجمع قال مثلا راهم حضروا فيه 10,000، ما عندكش انت ارقام رسميه، مش انت راك تشوف بعينك شوارع ملآنة، والله تشوف انت اصطاد مليان عن اخره، ملعب مليان، وانت تقول باللي حضروا 4 ولا 5 من الناس والناس تفرقت. عليها الكذب، عليها التبلعيط، عليها التضليل. انقل بأمانة، انقل بموضوعية. قال درك هذا واحد راهو مثلا راهو يدافع الوطن، نحن لا نتهم الناس باللي راهم قال راهم ناس راهم ما على باليش انا حركه ولا خونه، ولكن ما تضللش الناس. علاش انت واحد قمرجي وانت تقلبو انت يا العربي بن مهيدي؟ لماذا واحد خارج الطريق؟ رانا نعرفوهم احنا، كاين الناس نعرفوهم بالاسماء، خارج الطريق، خارج الطريق خلاص نهائيا. وتجي انت تصوروا للناس على اساس انه راهو ما على باليش انا، هذاك شهيد الوطن وهذاك خائن الوطن، لماذا؟ علاش؟ إذن هذا التصنيف نتاع الناس بين هذا خائن الوطن وهذا شهيد الوطن، شكون هو الخائن نتاع الوطن؟ شكون؟ الإنسان هذا اللي راهو يرهن في البلاد، هذا خائن للوطن ولا لا؟ لا، هذا الإنسان اللي يتصرف الأموال نتاع الشعب ويمد فيها الشعوب أخرى، ويمد فيها مش حتى الشعوب، يعني يمد فيها الأنظمة أخرى. هذا الإنسان اللي هو يتبرع بأموال وهبات المنظمات الدولية، وشعب نتاعو المواطن نتاعو هو راهو يبحث على جلب باش يلقى ناس يسلكولو وصفة نتاع دواء، يبحث على واحد يخلص له قنطار تاع دقيق، يبحث على واحد يفرحه في يوم العيد يشري له مذبوحة نتاع العيد. وانت يا ديروا هذا باللي خائن للوطن. يعني الانسان اللي راهو درك هو سرق باقيطة تقلبوا انت باللي مجرم، والانسان اللي راهو يسرق في القوت نتاع الجزائريين هذاك انت راهو وطني وراهو من ابناء المرسلين. اذا ما كانتش هناك موضوعية، احنا نحوسوا على الموضوعية. انقل هذه الاشياء، انقلها بصدق وبامانة. لماذا انت تروح تركز فقط على واحد؟ ما تسمعش انت الكلام الاخر ذاك، والله الكلام هذاك المفيد، انت قاعد تقابر له فقط غير في الغلطه نتاعو. هل هذا هو الاعلام؟ هل هذه هي النزاهه؟ هل هذه هي الاخلاق؟
الشيء اللي داروا ذاك انيس رحماني راه مشارك في مئات والله نقول الاف تاع القتلى في الجزائر، ومش غير هو، كل الناس اللي كانوا منهم خبراء في المجال الامني يا ليتهم جلبوا الامن للمواطن الجزائري، كانوا عبارة على بارشوك على المجرمين وعلى الخونة وعلى الحركة الحقيقيين، كانوا هما بارشوك نتاعهم، كانوا يدافعوا عليهم، ما كانوش يدافعوا على المواطن الجزائري. المواطن الجزائري خافوا منه، ما يقدروش يقربوا منه، ما يقدروش يقربوا من المواطن الجزائري، لأنه المواطن الجزائري يعرفهم، ما يقدروش يمشيوا في الأحياء الشعبية، وإلا مشاو يمشيوا بالدرقة، ما يقدروش يمشيوا في وضح النهار. ساهموا مساهمة كبيرة في تضليل الرأي العام، ساهموا مساهمة كبيرة في الفتنة اللي وقعت في البلاد واللي راح ضحيتها الآلاف من الجزائريين، الآلاف من المختطفين، الآلاف الناس اللي تعذبوا وتقتلوا، كاين الناس اللي وصلوا أنه حتى اغتصبوهم. إذن هما ساهموا مساهمة كبيرة في تضليل الشعب والمواطن الجزائري. أشياء اللي ظلاته هو للأسف شديد هو الوعي، ما كانش عنده ثقافة إعلامية، ما كانش يعرف هذا الناس اللي هما في تلك المرحلة، هذا الحركة ما كانش يعرفهم. تا واحد يسميوه يقولوا له وزير دفاع والمجاهد الفلاني، والله هو راه يعتبرهم باللي مجاهدين. لماذا؟ لأنه ما قراش، لأنه ما طالعش. لو كان هو طالع وقرأ هذيك الأشياء اللي حدثت في الثورة، هذيك الصراعات اللي كانت موجودة، وقرأ هذيك الأشياء اللي حدثت ما قبل الثورة، وعرف الجزائر كيف استعمرت، وعرف كثير من المحطات التاريخية فيما بعد، ما يجيوش يظلوه. لما انت ما تقراش التاريخ نتاعك وما تعرفش الحاضر نتاعك، فيما بعد هما يظلوك، وهذا هو الشيء اللي حصل في الجزائر. إذن هما استعملوا التضليل، استعملوا التدليس، استعملوا الابتزاز، استعملوا الكثير من الأشياء اللي هما ظلوا بها الشعب، وقدروا هما استعملوا الاختراق، استعملوا أشياء كثيرة يعني اللي قدروا بها هما يظلوا الشعب، ويقدروا هما يحدثوا فتنة حتى داخل الأسرة. يعني تخيل انت في الأسرة الواحدة، وإن أنه واحد قال مثلا، واحد عنده خوف في الجدارمية، والله واحد في الجيش، والله واحد في الشرطة، وواحد راه عنده خوه، واحد راه اسلامي في الشرطه، واحد راه في الشرطه، وواحد راه اسلامي، وواحد راه مع الافافاس في دار واحده. حدث الصراع داخل الاسره، حتى لما تطرطق الاسره واش يقعد؟ وتصير الام والاب هي راهم في صراع مع اولادهم في الدار، حدث صراع. بحيث انه في تلك المرحله ما كانتش الناس قال مثلا راه عندها وعي كبير وعندها ثقافه كبيره، كانت الناس كاين منهم اللي كان يمشي بالعاطفة، كاين منهم اللي كان يتم الاستعمال تاعو والتضليل تاعو، كانت الناس تمشي بالنية، كانت كذا، ورحت الناس وقعت ضحية لهذاك التضليل اللي كان يمارس في الإعلام. إذن هذا الناس، وأسماء كثيرة، أنا فقط أعطيت هذو أسماء، مش بالضرورة غير وحدهم، المئات من الصحفيين منهم اللي أغلبهم يعني كانوا يخدموا بالأسماء المستعارة، وكانوا ناس يعني في التلفزيون الرسمي، يعني كانت في المرحلة هذيك رقم شفيتوا الزهية بن عروس، وشفيتوا على بعض الأسماء لما تجي تحكي كأنها مش تحكي على جزائريين. والله العظيم يا لما يحكموا ناس كذا ويعذبوهم ويجيبوا هكذاك وجوههم زرق وكذا، تحس وكأنهم راهم يتلذوا بالعذاب نتاعهم، كأنهم ممش يحكيوا على جزائريين. وهما بهذيك الأساليب كانوا يدفعوا في الآلاف نتاع العائلات على جل باش تنتقم. والله العظيم لولا خوف الشعب الجزائري من ربي، لأنه شعب مسلم مهما قيل عنه، والله العظيم غلوا كان صارت كارثة. والله العظيم لو كانت موجودة الانترنت في تلك المرحلة، المجازر اللي حدثت في الجزائر أكثر من اللي راها تحدث الآن في سوريا وفي ليبيا وفي كذا، استر ربي. نعود نرجع لك الأخ عيسى، هل ترى الإعلام في تلك المرحلة كان هو يعي
الدور اللي كان يقوم به وكيفاش يعني لو كان كانت الانترنت يعني موجودة في تلك المرحلة واش كان راه رايح يحدث. خليني نزيد واحد النقطة برك نقولها برك، حنا على بالك وصلونا لواحد الشيء نتاع يا في تدخلنا في كلمة في رسالة زوج حوايج، يا تكون تقول يا طغاة يا تقول يا إرهابيين، خير يا تمشي مع الإرهابيين وتقول هذم إرهابيين، ولا تمشي معك وتقول هذوك يا طغاة يا طغاة. هذم زوج كلمات مصطلحين دخلوا الجزائر عن طريق الإعلام تانا تالمو والشارع ثاني. بالنسبة للصحفيين الله يرحمهم على كل حال، كل اللي تقتلوا أكل يا ما مشاولهمش في الخط يا اكتشفوا حقائق، هذا مقتلهم أكل. وكاين بعض الشرفاء اللي كما ذكرهم أخويا عبد القادر كاين هربوا خرجوا من البلاد راحوا لقاو جاب لهم ربي. عباد كانت الجزائر كأنها الصحافة الجزائرية كانت بدأت بلان بي سي وبدأت بعض القنوات الخارجية العربية أنها بدأت كل اسماء تحب تسميهم شرفاء تحب تسميهم وطنيين تحب تسميهم الناس ما حملتش وش راه يصرى في الجزائر، يلا اختاروا انهم يخرجوا من الجزائر. بالنسبة للانترنت يا اخي لو كان جات كما قلت هذوك من دقيقة قلت لو كان جات الانترنت راهي كانت تكون كارثة كبيرة كارثة عبالك كارثة كبيرة كما قلت شوية. ولكن من جهة أخرى لكن أنا على بالك حنا وين أنا وين استفهمت مليح طريقة الانقلاب تاع الجزائر كيفاه صرا كي شفت مصر واش صرا فيها تقريبا في تشابه كبير في طريقة الانقلاب وطريقة كيفاه بين يوم وليلة ظهروا الإخوان ظهروا إرهابيين مع أنهم ما طلعوا الجبل ما هزوا السلاح إلى يومنا هذا بعد 5 سنين. لكن كي نشوف الانترنت ما انها استطاعت مثلا اونتر بارونتيز يسمينها ثوره المصريين انها نجحت عن طريق الانترنت و اسمها كما نقولوا تبليغ الشعب و اسمها كما نقولوا باش الشعب يتلم اسمها كانت عن طريق الفيسبوك والانترنت لعب الدور. لكن بعد الانقلاب ما كان والو ما قدروش يعاودوا هذيك الحلقة كأنه النظام اللي يتحرك ثاني كيف راهي ذكا عندهم 5 سنين ما قدروا يديروا والو مع أنه الانترنت أنها ساهمت هو الحراك الشعبي هو اللي ساهم أكثر عن طريق بصح حنا الانترنت أنا شوفي عندها وجهين. حنا في الجزائر وكا جات هذاك الوقت كانت رانا كيما سوريا أكيد، ومن جهة أخرى أنه كانت توعي الشعب ثاني يكون يعرف وش راه يصرى ما وش نامنوا كل شيء موش تسمع كل شيء موش تقول حرقوا مدرسة إذا تحرقت مدرسة يقول لكم حرقوا متوسطة تقدر تعرف صح وش صرا إذا ماتوا زوج عباد هما يقولوا لك ماتوا 100 ولا العكس تعرف وش هي الحقيقة. يعني نقدروا نعرفوا حقيقة على الانترنت لكن إنها بات تدير حاجة أنا ما نشوفش يعني على وجه التحديد. هذه بالنسبة للانترنت. لكن الاعلام كان يعي نعم كان يعي لانه كلش كان يجي واجد اذا الملفات هذه اللي تجي مع الناس منين كان تجي من المخابرات كان هو ينزل الشارع ويحوزها كنت تقول فيها ما يقدروش ينزلوا للشارع ما يقدروش ينزلوا للمواطن يهضروا معاه دونك الملفات كانت تجي واجده من عند المخابرات هو يبلخها ولا يكتبها بطريقته بصح المصدر الآن في 2015 يقول لك مصدر أمني شكون عزر المصدر هذا الأمني هذا شكون هي المخابرات شكون راح يجيبوا هما يتطع عليهم وحي ما كانش منها يعني كل شيء يجيهم واجد. الإعلام كان مشارك وكان يعي ماذا يفعل وكان نص من الكبير اللي يعتبروا واحد من قاضي الجمهورية ولا جماعة الاستئصاليين هما اللي شاركوا عمدا ما كانش اللي بلعطوه ولا غلطوه ولا كان يعي جيدا ماذا يفعل
كان عنده مثلا العدو هو الاسلاميين، انه يحارب العدو الاسلاميين، مش انه هذاك الاسلامي جزائري وبالك هذاك الاسلامي فيه مظلوم وما كانش هذاك الاسلامي فيه ثاني ضحيه، وكان هذاك الاسلامي اللي دفعوه الدفع انه يطلع للجبل. وكاين اسلاميين راحوا وحدهم كانوا موجودين اخوالهم، بصح الاكثريه راحوا ضحيه. انا نقول 250 الف اللي مات من الجزائريين، سواء كان جيش نظام جيش او شرطه او شعبي او اللي كان في الجبل، راهو كل كانوا ضحيه، وخصوصا اللي دفعوهم انه دفعوا يا الحبس يا التعذيب يطلع للجبل، وكلت الحالتين هو ميت ميت هنا ولا هيه. هذا كان واحد ما يدافع عليهم، وزيد شارك مشاركة كبيرة 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 في أننا نكره بعضنا وما نثقش بعضنا. لليوم الجزائري ما يثقش في خوه الجزائري، يخاف منه يهاب منه، ما يقدرش يقرب له، ولا كي تقرب حتى لواحد هو يخاف منك. هذه ما زلنا نعاني منها من الإعلام تاعنا. هذا ما عندي الأخ نور الدين، تفضل. نعم شكرا، تفضل الأخ مولود. نعم الأخ نور الدين، على كل حال نشكركم، صحتوا لي معلومة مقبلات أنا ذكرتها ماشي غلط، معليش معليش باش نقول ناسيون وقلت الوطن، بدليل نعم. أن قلت أنها جريدة أسبوعية، نعم ما قلتش يومية. نعم لا ناسيون سليمة غزالي هذيك هي سليمة، نعم لا 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 سليمة ملاح، إيه هذيك هي سليمة ملاح والله، سليمة غزالي هذيك هي. نعم لا انا نعم. برك فقط غلطت في كلمه نتاع تلمساني ومن بعد رحنا. نعم لا دوك انا بديت نسمع، انكم بديتوا يعني تذكروا بعض الاسماء ولو كانت مستعاره. نعم. مثلا نقدر نقول لك مثلا كاين هذه زهير بن عروس اللي مثلا نشفى لها، كانت هي تحضر في ليسونس يعني في الحقوق، وكانت معايا، هذه نذكرها مليح، وكانت هي يعني نقدر نقول لك انها كما نقولوا يعني هدوها وقبلت الشرط وخدمت معهم، وشفنا يعني كيفاش كانت يعني حتى يعني كيفاش كانت تعرض يعني الاخبار، تعرض يعني باخبار، كان فيه شغل يعني يعني بلاغه، وكانت يعني تمارس المهنه يعني المخابرات يعني بأحسن وجه، يعني مارست، أنا أقول مارست يعني السيدة هذه كان عندها طبع في واللي كانوا في المكتب يعني في الجرائد المكتوبة، يعني الجرائد كما مثلا كان في واحد الجريدة لوريزون، نعم كاين واحد الاسم ال ام هكذايا، هذا الاسم هذا ما نعرفوش، هذا قانيت كان يكتب مقالات ناريه، يعني كان يحرض اني شني اني نشفى ال ام هكذايا. نعم الام حتى اللي كان يكتب في الصفحه تاع بالانجليزيه، كانت عند كاين صفحه بفلوريزون عملوها جديده بالانجليزيه، الصفحه الاخرانيه كاع كان حتى في هذه كان فيها نوع من التحريض. فأما يعني الوجوه الكبار، فيعني اتذكر مثلا كاين واحد كاين بالهوشات، هذاك معروف، كان استئصالي معروف، كاين اللي خدموا شويه ومن بعد راحوا، كان مثلا كيما هذاك اللي كان في التلفزيون الجزائري عامر، نسيت عامر مدني عامر، احسنت اتذكرهم مليح، ولكن مدني عامر خطير مش تاع لا خدمش يوم ومن بعد راح هرب، انا تلاقيته في المترو في فرنسا. نعم. انا تلاقيته شخصيا. نعم علي الراس ما شاركش، دخل في البرلمان، والناس اللي كانوا مثلا يعني كانوا محايدين، ما كانش عندهم يعني كما هذا ذكر الاخ، هذا الاخ ذكر مقبل هو كتب تيستامون، كتب وصيه، قال لهم اذا مت عرفوا باللي توفيق هو اللي قتل لي، هذا ذكروا بالاسم توفيق هو شكون. نعم. سعد مقبل، سعد مقبل نعم، لا دار وقيله على اسمه، على اسماعيل يفصح،
لا لا لا، مش اسماعيل يصفح، اصبر عيسى، لا اسمح اسماعيل لي، ممكن العماري. يقدر يكون اسماعيل العماري ولا توفيق، يذكروا بالاسم. حد قتلوا له الكلب ديالو الاولاني باسكو هو حب مثلا عطاوه ابتزوه رفض، كي رفض عطاوه له انذار، الانذار الاولاني قتلوا الكلب ديالو ثم قتلوه هو، كي قتلوا الكلب تاعو هو مرقد تماك، وين يعني سينيال الموت، الموت ديالو تما كتب انتستامون، قال لهم اذا مت عرفوا بلي جهاز المخابرات هو اللي قتلني. واسماعيل يفصح الله يرحمه، هذا كان معايا في الجامعه الله يرحمه، كان انا كان صديقي هذاك الله يرحمه، وسع عليه، كان باقي له سمانه باش يتزوج مسكين. نعم، انسان كان عنده واحد الخلق ما تقدرش تصور، انسان يعني اخلاق حدثه بلا حرج، انسان متخلق يعني كيف كيف. بعثوا له على حسب الروايه تاع الاخ ديالو، بعثوا له يعني قرعه ريحه وكفن هكذا، هذاك اللي كان مشاعف في هذاك الوقت وقتلوه. الناس ما كانش عندهم يعني هنا، وانت مالك باللي انسان يجي في راسه باللي المخابرات هما اللي كانوا يديروا هذا الشيء هذا، يعني ناس ما تذكروش كاع الفيت يعني، ولو من بعيد ما كانش مع دواء مع يعني مع التيار الاسلامي، وهكذا كنفذوا فيهم القتل. وهذا كان درس للاخرين اللي كانوا متزين باش يدخلوا في الصف تاع المخابرات، وصراتهم بعد الفتنه، كاين من الخوف خدم، كيما انا عندي هذيك زايا بن عروس من الخوف خافت على عيتها، انا نشوفها هكذا خافت على عيتها، ودخلت معهم وتورطت، وكانت هي اللي دير كاع يعني كما نقولوا هي البوق اللي نفخت في يعني في الفتنه هذيك اللي دارتها. ما كانش عندنا اعلام يعني، حنا نقولوا اعلام مجاز هكذاك، حنا ما كانوش عندنا يعني كما نقولوا اعلاميين دارزين، كانوا عندنا ناس يذيعوا الاخبار فقط ليس الا، ناس يريحوا في المنصه ويبدا يقرا الاخبار. اما مثلا يتنقل كما قلت انت مثلا يروح يتحرى الامر هذاك يشوف اسكو معلومه صادقه يجيب السند ديالو، لا هو مريح يجيبوا له الورقه يقرا وصافي، يعني ما كاش حاجه خلاف. هكذا كان يتلقى يعني الجزائري مثلي مثلا، ويعني باقي الشعب يتلقاو يعني المعلومات هكذا، يهضروا في التلفزيون يهضروا، كانت الاخبارات تدوم ساعه ونص، ويعمرون في الناس يعني اليوم تكذب غدوه كذب زيد غدوه كذب هكذاك، حتى ولات حقيقه وترسخت في اذهان الناس، ولاو الناس هكذاك ورطوا الناس. ونخالفك في يعني في النقطه اللي قلت الانترنت، انا نشوف لو كان كانت يعني الانترنت في هذاك الوقت كانت يعني يعني الفتنه كانت ما تلحقش المدى هذاك. نعم، ما نظنش باللي الفتنه كانت يعني المجازرت كانت تكون بالقوه هذه، لا، لان يكون شبكه التواصل سريعه والصوره تكون تنقل بسرعه. انا نظن هكذا، ممكن راني غلط، انا نظن لو كان كانت الانترنت كانت الامور تكون اخف، والله اعلم، هذا في علم الغيب، احنا ما نعرفوش، انا هذه غير. نعم، شكرا الاخ مولود. الاخ سعيد، نعود نرجع لك من اسبانيا. الاخ سعيد، الان بقاو لنا بعض النقاط نحاولوا انه نناقشهم فيما يتعلق دائما بالاعلام والدور نتاعو في المأساة. يا هل ترى تشوف انت باللي الاعلام في تلك المرحلة كان يعي هو الدور اللي كان يقوم به، ولا كانوا ناس ما كانوش على بالهم بالعواقب اللي راح تترتب على هذاك التحريض اللي كانوا يمارسوا فيه، وهذيك الضغينة والحقد اللي كانوا ينشروا فيها في وسائل الإعلام المختلفة، سواء الصحف المكتوبة ولا الإذاعة المسموعة ولا القناة اللي كانوا يشاهدوا فيها الناس؟ ويا هل ترى الانترنت لو كان وقعت هي كانت موجودة في تلك المرحلة كانت النتائج تكون كيف ما راها الآن؟ نعم، دونك ذكرت من قبل الاسم أنيس الرحماني، قلت من بين مرتزقة النظام حتى أنيس الرحماني هو اسم مستعار، ليس سي با لفرينو البرك سينوردي. نعم، دونك أنيس الرحماني ما جاء اسم ديالو على بالي محمد المقدم. مقدم لاعتبارات تاريخية، ودونك هذا الشخص يعتبر من المرتزقة ومن المجرمين. نعم، وعار يحمي اسم الصحافة. دونك إذا تبعت في الآونة الأخيرة باش قبل نرجع لدول الإنترنت، دونك
هو اليوم دونك هو اللي دار نشر بعض الوثائق التي تدعى تاريخية لناس معارضين للنظام كياسر السعدي والظريف وأب زعيم الار سي دي سعيد سعدي أنهم حركوا وتعاملوا مع النظام وقاموا بإفشاء أسرار الثورة. التعريف دونك هذه الوثائق يجيبوها من فرنسا من مكتب يدعى لبيرو نيميرو 5. ستان بيرو دو بروباغوند كي تي اون بلان دا ريفوليسيون بور لا بور ديفيزي لا لا ريفوليسيون انتر 54 و 62. دونك السؤال المطروح انيس رحماني هذا كيف وصل دونك لنشر دابور، كيف قام باسترجاع هذه الوثائق وشكون اللي عطاه لهم دونك باسكو باش توصل حتى للبيرو 5 دونك و فريمون دون لي زارشيف مي سي دي دوكيمون فالسيفي. تقصد على الوثائق هذوك اللي نتاع فرنسا تاع فرنسا كيفاش وصل؟ إيه واضح درك هو الان درك مادام راه هو عنده علاقات ببعض الجنرالات وجنرالات هذو راه معروفين بالولاء نتاعهم قادرين هما يخدموا له هو راهو تاكل. ولا دونك الشيء الثاني دونك 2008 دونك كانت المجموعه البرلمانيه من الافلا الايراندي راحوا لمقر الناتو دونك هو اللي يمثل الصحافه الجزائريه في هذه لا ديليغاسيون هذه اللجنه اللي راحوا للناتو دونك هذا الاسم هذا المرتزق هو اللي يمثل الصحافه الجزائريه دونك كل ما يقوم به كعامل دونك نعم دونك اما دور الصحافه اليوم الاخ نور الدين دونك لا جو بونس با كي ديورا بوكو دو شونجمون. نقول لك علاه 2011 كي كانت الثوره في تونس وفي مصر وفي ليبيا دونك بدا الشعب يهيج وينوض ويقوم بمظاهرات دونك حاول بعض النشطاء السياسيين. أخ سعيد صبرني وقيل ظهر ما فهمتنيش. الانترنت الان احنا رانا في 2016، يعني لو كانت الانترنت موجوده لما كانت مثلا المجازر، يعني تخيل انت تشوف انت الرؤوس المقطوعه اللي في بن طلحه تشوفهم انت في الانترنت، تشوفهم في الفيسبوك ولا في اليوتيوب. قال الرمكة، قال إلى غير ذلك. هل ترى لو كان كانت الانترنت موجودة في تلك المرحلة، هل ترى رانا في نفس هذا الوضع هذا اللي احنا الآن رانا فيه وإلا حاجة أخرى؟ دونك الشيء بيان سور المعادلة ستتغير. دونك قلت يا سي نور الدين دونك كل المجازر اللي صارت وكل الشهادات اللي قدموها الضباط اللي راهم في الخارج وكل شيء الكتب اللي كتبوها دونك اخ الاسبوع الفارط قريت الكتاب حول مجزره بن طلحه اللي كتبها انوس كلك شوز كوم سا دونك الى راكونتي دونك ايماجين افيك لي دي كومونتير كون افي دونك لي كانال بلس انسي دي سويت يقدروا ياثروا لكن نقول لك سوني با البروبليم د انترنت الشيء اللي كي لا بروتيجي كي بروتيجي فريمون الريجيم سي 11 سبتمبر 2001 لازم تعرف 2000 هناك دونك دول اوروبيه راها بهذه الشهادات. ايماجين لو كان الانترنت في هذاك الوقت ايماجين لو كتاب دو سعوديه لا سالغير لي زوتار كي زون افيك لور تومونيشن سي سويت واش داروا لو لم تكن لو لم يكن 11 سبتمبر 2001 لتغيرت المعادلة. دونك كان هناك منظمات حقوقية، هناك بلدان تريد معرفة الحقيقة، ولكن ما حدث في أمريكا. دونك لازم تعرف شيء واحد الأخ نور الدين، بلي سي بوتفليقة سي برومي بريزيدون عرب
qui a appelé George Bush après les attentats de 11 septembre. Donc, donc moi, le sauver le système. دونك واش كي قلت لك واش صرا في تونس حتى اليوم، حتى اليوم في جميع حتى المخابرات خاطر اليوم ما لازمش نهضر بالمخابرات باسكو راهم راحوا. دونك اليوم العدو الاول للشعب الجزائري هو الكلون بريزيدونسيال. هذا كيف راح المخابرات اصاحبي؟ كيف راح؟ شكون اللي قال لك راحوا؟ اورجانيك مول كيف عضويا كاين اسمها مازال هم موجودين في بلاصتهم. نحاول الاسم الدياراس قلبوه الاس اس اس سيتو اس اس يا اخي. دونك كي نقول لك لون بريزيدونسيال، كون نقول لك الكلون بريزيدونسيال دونك هو اللي تحمل مسؤوليه افون. دونك سي توفيق اليوم اورجانيك باش نتعامل كمؤسسه. دونك رانا قالوهم راه تبع للرئاسه باش تقول بلي جنرال توفيق اليوم كي نشوفوه بلي راح لجنازة الحسين يتحمل. دونك سيت ان ميساج كلير كون يا بلو دو كونتاكت اونتر لي دو كلون. سي كو سياسيا لو قام بقراءة سياسية بلي سي الكلون بريزيدونسيال كي كان. دونك هذه قراءة سياسية. دونك باش خاطر تشوف جنرال توفيق راح لجنازة حسين يتحمل هي رسالة سياسية. نعم المهم هذيك ربما نناقشوها في موضوع واحد اخر. احنا الموضوع تاعنا هو حول الاعلام والمأساة. الاعلام البديل. دونك الاعلام البديل قلت لك سي نور الدين الشهادات دونك ديجا اللي كتبوها مساودية والملاعب والكانال بلوس والجزيرة وكل ما قام به كان له تأثير. نعم. دونك الشيء الواحد اللي لازم يعرفه الشعب الجزائري اللي انقذ النظام هو احداث ما حدث في امريكا. اخ سعيد مادام راك انت واحد من الناس الجدد هذو على الاذاعه نتاع وطني، شحال تبعت فيديو في اليوتيوب من الشهادات اللي نشرناهم حنا؟ دونك تبعت كريم مولاي. دونك شهادة كريم مولاي عبد الحق العايد شفت واحد ما شفتش من عائلات المختطفين. دونك شفت تهديدات هذاك المهرج اللي اسمه ليزا ولا خبير فرود والله. والله شفت انا قلت لك شفت في واحد قناة جزائرية والله ضحكت والله. المهم راهو اكد بلسانه دوك باللي راهو كان خبير تاع الرود اللي كان ربما شك في الكلام تاعنا وراهو سمعها بوذنه. دونك شو انا جو سي باسكو شفت لا فيديو وين قال بلي رحت لايطاليا باش ندير فورمون باش يجيب باش يجيب الرود. اه دونك دونك شفت دونك قلت لك العايده. دونك جو سي با واش دونك المأساة خاطر انا يا باش نتفاهموا مليح. شفت بعض المتداخلين ان معظم ممكن لديهم توجه اسلاموي في الإذاعة تاع وطنية. نعم نعم. دونك انا نقول لك انا نؤمن بالديمقراطية لا موفونس ديالي لا والديمقراطية. ديمقراطية كنت ضد الانقلاب باسكو 1992 كنا ضد الانقلاب. نعم. دونك هذا كما قال يتحمد الفابريل شاينشا مالغري دي ديباسمون دو لا بار دي اسلاميست مي داو الانتخابات داوها. دونك لو نعم مي الكل كي نشوف لكن هذا الحوار ربما على مم الاسلامويين لو كانت لو قدمت لهم السلطه دي تريبيون ديكسبريسيون هكذا يتعلموا الحوار. شوف نقول لك الاخ سعيد وكل الاخوه اللي راهم يتابعوا فينا، ربما انت من حقك على جل باش انت يكون عندك هذاك الاحساس والله هذاك الشعور لانك انت ما راكش تحكي على المباشر، لكن الان راك تحكي مع المباشر. حتى الان لما تدخل انت على المباشر اسكو انا لما دخلت انت انا سقسيتك الى عندك انت توجه اسلامي ولا عندك انت خلفيه معينه؟ والله ما سالتكش وما نسالكش. حنا هذه الاذاعه نتاع وطني مفتوحه للناس الكل. درك اذا كان راه واحد عنده توجه اسلامي هو يجي يتكلم
وانت ما تجيش، انت ما تقوليش باللي هذه الاذاعه عندها توجه اسلامي، انت ما دام راه عندك انت توجه ديمقراطي ارواح الاذاعه راها مفتوحه لك في كل مره، مرحبا بك في كل وقت وحين، انت ما دام راك تجي كيما نقولوا مركز على الموضوع تدلي بالاراء نتاعك، مش بالضروره هو نكون انا نويك رانا ماشيين في نفس الخط. المهم ما دام راهو كاين احترام متبادل، انا ما يهمنيش فيك الا حتى تكون مانيش عارف من تكون، اللي يجي ما دام راك جزائري الاذاعه نتاعك. حتى هذ الناس اللي رانا احنا دوك رانا ضدهم، والله احنا رانا مش متفاهمين معاهم. دوك قال مثلا هذا مثال، هذا دوك انت جبت لي دوك هذا نتاع الموقع هذا نتاع الجري باتريوتيك ولد نزار، غدوه يجي ليا قال راني انا ولد نزار، نقول له تفضل اروح تكلم، انت راك جزائري الاذاعه نتاع وطني نتاع جزائريين، تفضل وتكلم وتكلم بحريه تامه. يجي هذا انيس رحماني درك هذا اللي كنا دوك نتكلموا عليه، يجي الاذاعه مفتوحه ليه، الاذاعه نتاع وطني ماهيش نتاع اقصاء تاع الناس كل، حتى الناس اللي سبونا والناس اللي يشوهونا يجي، ما دام راه هو يجي يحترم الناس اللي يتحاور معاهم ويتكلم في الموضوع اهلا وسهلا به. اذا كان واحد قال مثلا ظلمناه والله ذكرناه باسمه غلطنا في حقه، والله يجي قال تكلمنا عليه خمس دقائق يجي نعطيه له شهر وهو يتكلم، احنا نحوسوا المهم الناس تعرف الحقيقه. هذا مكان دونك اوزمو قلت كسنور دين توجه للانترفون المتداخلين، ما قلتش عندي مشكل مع الاسلامويين. نعم دونك هو التوجه رانا في نظام ديمقراطي نامن بالتعدد ديال الحزبيه كل واحد حر. نعم. رانا في الجزائر نو قلت لك، وقلت لي السؤال اللي قلت لي اسمها اذا شفت الفيديو تاع يوتيوب. نعم. قلت لك الشهادات. نعم. اللي قالوها دونك صحيح صحيح. اسمح لي اسمح لي برك اخ اخ وسمو سعيد، اسمح لي برك نزيد نعاود نقطعك هذه المره برك ونعاود نرجع لك الكلمه فقط على جل باش نوضح مسائل الإخوة اللي راهم يتابعوا فينا. ذوك انت لما مثلا تحكي على الشهادات، الشهادات ذوك لما يكونوا ضحايا إسلاميين أوتوماتيكم راك راح تلقى الشهادات وما انتوا إسلاميين. ذوك انت كي يجيب لي ذوك مثلا هذا عبد الحق العيادة، عبد الحق العيادة هو راه جاء أدلى بشهادة، أسكو ذوك عبد الحق العيادة هذا جبنا حورناه وقلنا احنا باللي هذا راه خبير في الشؤون العالمية، اسكو درنا لو تيتر قلنا باللي هذا راهو هو الداعيه ما على باليش كذا، والله مدني مزرعه كيف كيف جينا احنا قلنا باللي راهو هذا راهو خبير في النزا، والله قال علي بن حجر قلنا هذا راهو باللي راهو استاذ في فقه ما على باليش كذا، هذو احنا حاورناهم لانه كانوا عندهم علاقه بالمأساه، كانوا الطرف. بالتالي درك حنا هاد الناس حنا لما حاورناهم على جال باش نعرفوا حقائق، لانه بتلك هذيك الحقائق المنشوره في الاذاعه نتاع وطني واللي نشرناها على موقع نتاع اليوتيوب، كثير من الجزائريين والجزائريات اللي فهموا الازمه فهموها، وشهاده نتاع شوشان وكثير من الشهادات الاخرى فهمت الناس عرفت الخلل وين راهو. درك حنا فرق بين هاد الناس اللي يجيو هما يدليو بالشهادات نتاعهم وبين الحوارات اللي حنا رانا نديرو فيها كل سبت على الاذاعه نتاع وطني اللي الموضوع العنوان نتاعها هو اين الخلل، كل مره نديرو موضوع ونحكيو، والموضوع نتاع الحد هو خاص فقط بالمأساة، كل مره نجيبو. اذا كان تعرف ناس قال مثلا من الافافاس ولا من الارسيدي، مش بالضروره هو انه يكونوا متحزبين، ناس مستقلين وعندهم هما شهادات ضد الاسلاميين يجيو ونعطيو لهم الفرصه، اذا كان واحد يحتاج شهر نعطيو له شهر. دونك نو قلت باش نقول كي قلت لعبد الحق العيادة ما عنديش مشكل مع يتحمل المسؤوليه كما يتحملها النظام. دونك كي قلت لك بلي لي دو لي الدوز اكستريميتي اللي يتحمل المسؤولية أمام الشعب من طرف الإسلاميين ولا وهذا تاع السلطة، دونك الشعب الضحية الوحيدة هو الشعب. دونك فحتى في منطقة القبائل إذا كنت تبعت ولا كيفاش كان نظر الحركة الحركة الأمازيغية كانت تناضل ضد النظام وضد الإرهاب. دونك اما السؤال مازال في الانترنت واش هو دونك كي كنا نتكلموا على الانترنت. نعم دونك اليوم
كي قلت لك البيرو نيميرو 5 باش يشوفوا دونك باغ اكزومبل ياسر سعدي ود وظريف واسمها الاخرى زهرة ظريف باسكو ستاريك الموند كونت ستاريك الموند كونت باسكو ايزون سيني تاع هذيك 19 موان 4 دونك ايماجين ان 90 jusqu'en 2000 des gens qui sont contre le processus électoral لازم تعرف بلي حتى هذيك الجريده تاع ليبرتي واش كانت تكتب على حسني تحمد دونك لازم لو كان جماعه الارشيف واش داروا عليه بعد سانتيجيديو سانتيجيديو واش قال بلي حركه بلي لازم نحلهم حتى الجنسيه كما قال هذاك مام هو اسلاماوي كان مع دركا مع حزب جاب الله اسمه العريبي دونك اما الصحافه اللي تشوه واحد كيما حسين احمد كيما مهري كيما كومام سيدي ستاتو هيستوريك اللي حراو البلاد ويشوهوا ولا وقاموا بمظاهرات ضدهم واش تسبوا دونك واذا كنت على الاحزاب الارسيد والافافاس دونك اليوم دونك في منطقه انا نتكلم على منطقه القبائل لان انا بعد احداث 2001 الو نعم انا نسمع فيك دونك الاخ دونك خاطر نتكلم على الماساه الوطنيه اللي عاشتها الجزائر من 1990 وحتى 2000 حتى اليوم مي جامي واحد تكلم واش صار في منطقه القبائل في 2001 اذا كان تعرف اخوه وعندهم معلومات تفضل يا سيدي يجيو اذا انت وطني راه ليهم يجيو يتكلموا يديروا شهادات ويوضحوا للناس واش اللي صرا احنا حابين نعرفوا الحقيقه نتاع واش صرا حتى لا تكرر المأساة. هذا الناس هذو لازم نحاصرهم بالحقيقة. هذا الناس العدو نتاعهم هي الحقيقة. دونك باش نبقى في الموضوع هذا تاع الإعلام قلت لك أنا الأخ سعيد الأنترنت درك مثلا مثال برك عطيت لك مثال نتاع مجزرة نتاع بن طلحة. لو كان مثلا بن طلحة الآن في 2000 نقولوا في الألفينات في الألفينات هو أنه كانت هناك الأنترنت وقال مثلا هذا المجزرة اللي حدثت هي في التسعينات كانت موجودة الأنترنت في التسعينات وش كان راه رايح يكون يعني رد الفعل نتاع الجزائر. أنا في رأيي باللي كانت تكون مجازر واحدة أخرى كانت هناك تحدث كوارث. لو كان كانت الأنترنت موجودة في التسعينات أنا على يقين باللي ربما كانت تحدث كوارث واحدة أخرى. أش كنت تسمى تقاسمني هذا الرأي ولا لا؟ لا لا لسي كاريد اليوم ما نقدرش ندخلوه فيهم. دونك قلت لك يا سينور دين 97 كي كان متجرة بن طلحة ومتجرة غليزان شهرين بعد بدأوا السؤال لفاميس كيستيون من يقتلوا من وذلك بعض البلدان نعم بعض البلدان بدات حتى ربما الكتب عن المصحيحة حتى في البرلمان الإيطالي هناك بعض النواب اللي طالبوا الحكومة بقطع العلاقات مع الجزائر. دوك الحسيني تحمد اللي راح للرئيس الأمريكي يعني ذاك اللي اسمه بين كليتون باش ما يديرش العلاقات مع الجزائر دوك كانت ديجا الانفليونس شتدير ما قلت لك الدول في هذاك المرحلة رغم ما كاش الانترنت كان اون انفليونس نعم قلت لك بدات العلاقة طارق تعرف بين البلدان والمصالح وكاش مي لو كان ماشي 11 سبتمبر مجزرات بن طلحة سيدفع ثمنها النظام ثمن باهظ. نعم. دونك المجازر
قلت لك دونك حتى قبل الكل يا رب اللي عنتر زوابري ولا والزيتوني هي كما سيدي ماريونيت كيفاش نسموهم بالعربيه. دونك حتى الناس في الوقت هذاك كي يكون دوما تقدر تقول دمية الناس من العسكر يقول لهم ماشي تيرورست يقتلوا. نعم، المهم خلينا الأخ سعيد نفوتوا هذه النقطة، دوك نعاود نرجع لك فيما بعد. الأخ عبد القادر من كندا، بقاو لنا مجموعة من النقاط على جال باش نناقشهم باش نختموا هذا البرنامج. الأخ عبد القادر، بقاو لنا ثلاث نقاط الأخيرة. يا هل ترى الإعلام في الجزائر هو راه يعاد درس؟ يعني هذا السؤال الأول، والسؤال الثاني هو وش هي الرسالة اللي توجهها للإعلاميين اللي شاركوا في الفتنة؟ شاركوا في الفتنة في البلاد، سواء كانوا إسلاميين ولا كانوا علمانيين ولا كانوا من يكونون. تفضل الأخ عبد القادر. شكرا أخويا نورجين. والله إذا تسمح لي قبل ما نجاوب على السؤال هذا تاعك المهم. نعم. يعني غير نوجه كلمة أخويا سعيد باللي إحنا توجهنا باش يعرف بأن التوجه نتاعنا توجهنا هو الجزائر. والجزائر وفقط. نعم. احنا مسحنا يدينا من هذه التسميات وهذا هذا التيارات لا اسلاميه ولا ديمقراطيه ولا احنا مسحنا ايدينا من هذا التناطح بين الجزائريين. احنا نؤمن بالجزائر والجزائر وفقط، نؤمن بان الجزائر تسع الجميع، تسع كل التيارات وتسع كل التوجهات وتسع كل أبناء الجزائر بكل اختلافاتهم. نؤمن بأن بناء الجزائر لا يكون إلا عن طريق كل الجزائريين، ولا يكون إلا بالحوار، والحوار الهادئ هذا اللي رانا نتحاور به، هذا النموذج تاع الحوار بين كل الجزائريين والجزائريات. ونؤمن نامن بضرورة إظهار الحقيقة. لما تظهر الحقيقة ما نزيدوش مأساة أخرى راح تصرع لنا في المستقبل، والإيفيتي كاش ما يصرع لنا في المستقبل، لأن الجزائر راهي على قرن ثور كما يقولوا. ونعتقد أنا واحد أعتقد بأن هذه التسميات إسلاموي وديمقراطي وهذه من باب تفريقتنا وتفريقة الجزائريين. هذا واش نآمن، وهذا هو اللي خلانا نشارك في إذاعة وطني ونمد أيدينا الخونة نور الدين لهذا الإذاعة. هذا من جهة. من جهة ثانية في قضية هل الإعلام الحالي وعاب الدور أم لا. أنا نشوف أخي نور الدين مازال هيمنة الدولة العميقة على الصحافة. نعرف احنا رانا جزائريين وعندنا علاقاتنا وعندنا اهالينا يخدموا في الدوله الى غير ذلك. كل تقريبا كل الصحافه موجهه من طرف الدوله العميقه، فالصحفي ولا الاعلامي ماهوش حر. وراهم يسمعوا فينا الان الاعلاميين، يعني فيه خطوط حمراء. هذيك الخطوط الحمراء ما لازمش يتعدى عليها، لازم دائما يكون في إطارها يشتغل. ما يا للأسف كاين خاوتنا إعلاميين يعني خدام وفقط، خدام تاع خبزة مسكين، خايف على الخبزة تاعه وخايف على الصالير تاعه وخايف على المنصب تاعه، ولذلك هو عامل خطوط حمراء روحه، لأنه خايف على المهنة تاعه وخايف على الخبزة تاعه، ولذلك تلقاه يمشي في الإطار اللي يديروا له مدير تحرير، ومدير تحرير عنده علاقات بالدول العميقة في الجزائر. هذه يعني صنف من الصحفيين الحاليين يعني. وفيه أقلية، هذه باش نكونوا يعني في الصورة، فيه بعض الصحفيين اللي مقتنعين عندهم توجه إيديولوجي يعني ماهوش يخدم في الخبزة فقط. وهذوك الناس هما الخطر على الجزائر وخطر على الجزائريين. من المفروض يخلوا هذيك القناعات نتاعهم وهذاك الصراع الإيديولوجي هذاك
ويسعوا في بناء الجزائر، في دفع الجزائر إلى إقلاع حضاري. خلونا من هذه الصراعات لتحطيم القدرات نتاع الجزائريين والجزائريات وقدرات الجزائر. فلما نرجع إلى الوراء، هذوك الصحفيين اللي عندهم توجهات ايديولوجيه هم اللي شرعنوا الانقلاب، خدموا اولا، عندهم شغل دوبل ايجنت، دوبل اجون، هو يوجه احيانا الدوله العميقه، والدوله العميقه كذلك تخدم به باريحيه لانه مقتنع، عنده ايديولوجيه الاقصاء. اما هذاك الخدام تاع الخبزه هذاك، فهذاك يعني اوتوماتيكمون هو بوق من ابواب النظام لأنه خايف على الخبز نتاعو. ونلاحظ كذلك لما مثلا في عقد روما تاع سانت جيديو، لما اجتمعت كل الجزائريين، اجتمعوا أول مرة، اجتمعوا بكل هذيك الفسيفساء، هذيك كما يقول لك الجمال تاع الجزائر، يعني الجزائريين من كل توجهاتهم اجتمعوا وداروا عقد وطني. شوف كيفاش الرياكسيون تاع الإعلام الجزائري تجاه هذا الحدث التاريخي. فالإشكالية أخي نور الدين هي أن الإعلام ماهوش سيد في الجزائر. الصحفي ولا الجورناليست هذاك من المفروض راهو سلطة، يعني سلطة، وهذه السلطة راهي تراقب وعندها الحيادية هذيك، وما تمشيش مع السلطة التنفيذية. ولكن احنا مازال ما وصلناش لهذيك الدرجه هذيك، مازال، ويا للاسف، مازال ان السلطه هذه، سلطه الاعلام، تابعه للجهاز التنفيذي وتسبح بحمده ويخافوا. نعرف احنا لي جورناليست الجيري يعني متابعين من طرف الامن، من طرف لي ار جي في الجزائر، يعني الجورناليست وين يروح مع واحد من الامن يتبعوه ويكتب عليه ويدير له رابور عليه ولا غير ذلك. ف يعني دعوتي الى اخواني الاعلاميين باش نحاولوا يعني مع بعض، كمجموعات، كنقابات، اننا نطلعوا للمستوى تاع السلطه، ان السلطه هي التي تراقب الجهاز التنفيذي، وهي التي تراقب الجهاز القضائي، وهي التي تراقب الجميع، هي اللي تراقب الشرطه، هي اللي تراقب الدرك، هي اللي تراقب يعني اي مثلا انزلاق ولا عدم المهنيه من طرف رجال الدوله، مثل ما نشوفوا هنايا. يعني نشوفوا هنايا ان الاعلام يعتبر سلطه رابعه قويه. الكلمه الاخيره نتاعي هو ان خوتي الاعلاميين اللي شاركوا في الماساه الوطنيه، يا إما بالسكوت، يا إما بالكتابة، يا إما بالتشهير، يا إما هو أن نعتبر وكل واحد ينظر إلى روحه في المرآة، يعني أنه شارك بطريقة أو بأخرى، نعتبر مما وقع في العشرية السوداء، ونعتبر يعني من الدماء هذيك اللي سالت، ودفعوا الشعب لأن يضرب بعضه بالبعض، يعني دفعوا الشعب للاقتتال فيما بينه. نعتبر كذلك مما يعني بأن الإعلام راهي وسيلة خطيرة جدا. نشوفوا واش راه صار الآن في سوريا، في ليبيا، ونقول لهم يعني فردا بفرد بأنكم مسؤولين، يعني كنتم مسؤولين أمام الله وأمام التاريخ وأمام الشعب. ننصح نفسي وخوتي الإعلاميين شوية شرف، شوية رجولة، نخرجوا من هذه الدائرة تاع الخبزة، تحكي معهم يقول لك الخبزة الله غالب. إلى متى هذا الإيديولوجية الخبزة كما نسميها؟ يعني من نخرجوا من هذه الدائرة الضيقة وهذه الخساسة هذه، يعني الإنسان يخدم من أجل بطنه، يعني قادر يسترزق في جهات أخرى، ولكن الكلمة راهي شرف، الكلمة راهي أمانة. فأنتم مسؤولون، كل إعلامي باسمه، عن الدماء اللي سالت في الجزائر.
يا يعني إما كاين اللي شارك بالتضليل، كاين اللي شارك بالتعتيم، كاين اللي شارك بالتضخيم، كاين اللي شارك بالتزوير الحقائق، كاين اللي شارك بالتشهير، كاين اللي يشهد الزور، كاين إذا يعني كل واحد كيفاش. ولكن فيه شرفاء نحييهم، فيه شرفاء نحييهم وما زالوا موجودين في المؤسسة الإعلامية، ونشجعهم على المضي في هذا الطريق، ونشجعهم على باش يكونوا يعني كمدارس للجيل القادم وجيل المستقبل. التزموا الحياد، التزموا شرف المهنة، التزموا أخلاقيات المهنة الشريفة هذه، التزموا عقلية الإعلامي الحر، والمحقق. الإعلامي هنا يا مثلا في البلدان المتقدمة يحقق، مش يبعثوا له لغابو ويقرأ فقط، ولا يكتبوا بأسماء مستعارة. عيب عليكم أيها الإعلامي، أيها خوتي الإعلاميين، نحقق في القضايا. مثلا لما حدثت قضية المطار، تفجير المطار، علاش الصحفيين ما يروحش يحققوا، يروح يحقق مع العائلات، يروح يحقق مع الانتوغاش تاع هذوك الناس. لما مثلا بوضياف الله يرحمه قتلوه، ليش ما هذا الاعلامي يروح يحقه مع العائله تاع ابو معرفي، مع الانتوراج تاع ابو معرفي، وهكذا. اذا هذا واش نريد، ان الاعلامي يلتزم هذه الاخلاقيات هذه. كونوا في صف الشعب، كونوا في خدمه الشعب الجزائري، كونوا في خدمه الجزائر، ما تكونوش في خدمه سلطة، هذيك السلطة اللي اليوم راهي يعني على الرأس الدولة، غدوة ممكن يعني مثل القذافي، مثل بن علي إلى غير ذلك، لأن الشعب هو الباقي والبقاء لله. هذا وش حبيت نقول خويا نور الدين، وبارك الله فيك. نعم شكرا، ربي يحفظك والسلام عليكم. الله يسلمك، شكرا أخي عبد القادر. تفضل يا عيسى، وبعد نعود نرجع لك سعيد ونختموا البرنامج. تفضل يا عيسى، النقطتين اللي بقوا هذا. عيسى ما راكش معنا، تفضل يا سعيد. دونك بور فينير، دونك كيما قال، دونك كان مقولة شهيرة اللي قالها وزير الدعاية في عهد الهتلر، أعطيني إعلاما بدون ضمير، أعطيك شعبا بدون وعي. فصل لهم لونتراديكسيون. دونك واش يقول لك للصحفيين؟ باسكو الاخ، باسكو انا ما نحبش نهضر مع الاخلاقات لا مورال، وي لا كونسيونس بروفيسيونيل، الوعي المهني. الصحفي اللي يكتب بدافع ايديولوجي، باسكو الانسان لازم نتعلم حاجه، في لازم الانسان اللي ما عندوش ايديولوجيا، ما عندوش النضال باش يناضل، دونك مش صحفي. باسكو الانسان اللي يكتب كوبي كولي، ولا اللي يكتب كاملاء، دونك مش صحفي. لكن واش قلت لك، مشكله الاعلام في الجزائر ليس في الصحفي، بالصحفي، لكن اذا تبعت هذه التنسيقيه التي تدعي المعارضه، هناك عنصر كان من بين الصحفيين في العشرية السوداء. كان له تصريح في قناة خاصة، وقال بأن الجنرال فوزي هو اللي كان يدعم الصحافة، ويدعم الأقلام الحرة التي تدافع عن الجزائر، واليوم نلقاه في المعارضة. دونك تعرف ولا سيروردي؟ نعم. كان اليوم واحد من الصحفيين النشيطين في التنسيقيات المعارضة اليوم. نعم. ما كان يشكر في الجنرال فوزي اللي متحكم بالإشعار. معهم تقصد كولونيل هذاك؟ نو وي، الكولونيل فوزي معروف. قلت لك الصحفي معهم الى اليوم، الغدوه مازال لا، علاش هو راه تبرع؟ ما هو ما تبرع ما والو، هو راه مازال مقتنع بالطريقه اللي كان يمشي فيها، وكان يشوف روحه باللي راهو على الحق، وما هو نادم ما هو والو، راه نور عادي. دونك هذا الصحفي اللي يشتغل اليوم في التنسيقيه، ها دونك اللي يخدم في المغاربيه،
راك تهضر لي على واسمو، على هذاك واسمو، راك تهضر على سليم صالحي. والله ما سيد لا ليسونسيال ها لي ماش دونك لازم هذوك لي سموم المرتزقة سيدي ماريونات دونك باش واحد صحفي معارض في 2016 نعم لا لي زوبوزون دو لا 25 ولا لا كيما يسموهم دونك المشكل دونك اللي نقولوا المشكل ليس في الصحافي دونك هناك الى حد اليوم اقلام حره في اذا تبعت بعض الصحفيين في الوطن ويكاند سي لا بروميير فوا ولا فتح الاقلام باش يهضروا على الناس اللي ينظروا في الميدان لا اما اذا خطر لازم الاعلام المكتوب اليوم عندنا مشكله كبرى وهي الاعلام الضخم كما ولا القنوات الخاصه وكل قناه وراءها واحد من النظام او من المافيا الماليه كي واحد سرق الجزائر في 1992 راح للحبس خطر سرق بنو تاع كار في سوناكو واليوم نلقاه يملك القناة إعلامية ماذا ننتظر كأي أي أي خدمة ما أي خدمة إعلامية سيقدمها للشعب نعم دونك واحد يحب يبيض أمواله دونك نلقاه فتح قناة إعلامية دونك ليس لدي دونك واش نقول في الاعلام باش نوصلوا لبناء اعلام نزيه كما نرى خطر الاعلام المستقل لم ولن يوجد في العالم دونك كل اعلام يتجه لكن هناك الشفافيه ولكن نص ولكي نصل الى هذا الاعلام يجب بناء دوله ديمقراطيه وذهاب هذا النظام جذريا يعني لأن كل القنوات لو نستطيع ذكرها من أولها من الألف إلى الزاد كما يقولوا كل واحد النهار راك ذكرته الشروق عنده اليوم 25 مليار كديون العمال حتى اليوم لا يستطيعون دونك بإنشاء نقابة دونك داخل هذه المؤسسة وكل الإعلاميين دونك كل سميس الإعلاميين الذين يعملون في داخل المؤسسة دونك هم أبناء نقول هذه معلومة 50% من الصحفيين الشباب الذين يعملون داخل هذه المؤسسة أباؤهم كانوا في جبهة التحرير الوطني كوادة جبهة التحرير الوطني وكوادة الإيراني كل الشابات كل الشباب والشابات اللي يعملوا في هذه القناة دونك باش الإنسان يحط بهذا الإعلام دونك لا يزول إلا بزول هذا النظام شكرا للاخ سعيد عيسى راك معنا هو الو ميكروفون الاخ سعيد عيسى يا عيسى هل تسمعوني المهم اذا نختم هذا البرنامج نحاول ربما نزيد نضيف بعض اسمح لي اسمح لي ما كنتش معنا ايه هاي لا سوري تاعي بلوكات سبحان الله معليش اخويا راه تفضل المهم انا وصلت للنقطه الاخيره تاع رساله للاعلاميين هل ترى الاعلام في الجزائر وعاء درس وش هي الرساله اللي توجهها للاعلاميين اللي شاركوا في الفتنه معذره المهم رانا في الختام مع هذه انا برك من خلال خونا السعيد ومرحبا بك وان شاء الله ديما تحضر معنا السبت والحد اذا عندك الوقت طبعا ومن خلالك ومن خلال الناس اللي راهي تسمع فينا ما مش رانا ندافع على انفسنا احنا عندنا مشروع المصالحه شعارها بالك نزيد نقولوا صاحبي
هي الجزائر حررها الجميع، الجزائر أخطأ في حقها الجميع، والجزائر يبنيها الجميع. القبيلي مش راح يبنيها وحده، والشيعي مش راح يبنيها وحده، والعربي مش راح يبنيها وحده، والمزابي مش راح يبنيها وحده. رانا كل جزائريين. أنا أكره الجهوية إلى أبعد مدى، وعدت ما نشتيش نقول الكلمات هذه مع أني نقولهم، لأنه هذا جاي في عقليتنا لغال. بصح نحاول ديما أننا نجمع خاوتنا، نكونوا كل في دار واحدة، نجملوا تحت سقف واحد، ونخرجوا للبلاد، نخرجوا بالبلاد هذه بحل يرضينا الجميع ويساعدنا الجميع وينفع الجزائر والجزائريين. هذا هو المشروع تاعنا احنا، المصالحة. كي يتصالحوا الجزائريين ويحبوا بعضهم ويشتوا بعضهم ونتحاوروا كما رانا نتحاوروا هكا بدون اي حساسية، ونلقاو المشكل ونوعيه، ونحاولوا نوعيه الجيل اللي كما كان يقول نور الدين، الجيل اللي ما حضرش الأزمة. احنا شفناها وشفنا الموت قدام عينينا، وشفنا الناس تموت قدامنا، وكاين صحابنا، كاين احبابنا، كاين جيراننا، كاين الناس الاقرب لينا، شفناهم كيفاه ناس كيفاه ماتت وكيفاه تقتلوا. احنا ماناش باغيين غدوه الجزائري يزيد يقتل خوه الجزائري، وهذه بربي ان شاء الله ماهيش راح تتكرر. هذه كرساله برك من خلالك خويا السعيد. احنا اللي لقيناه يمكن اللي جاوا للراديو الوطني، ونور الدين عمل مجهود كبير جدا انه جاب، حاول يجيب الناس اللي كانوا طرف ولا كانوا في الازمه. ولقينا غير البرلمانو الاسلاميين هما اللي جاوا، يعتبروا واحد هما اكبر ضحيه، وصحيح انه كانوا في اكبر ضحيه الاسلاميين، جاوا شاهدوا واش صرا لهم. ماذا ما يمنعش انه يجيو اخرين من جهات اخرى، من وطنيين، من توجهات اخرى، ولا افافاسيين، ولا ارسيديين، ولا مهما كان، ولا ولاد مجاهدين، ولا ولاد شهداء، يجيو ويدلو بالاراء تاعهم والشهاده تاعهم، وحنا نستفيد، والشعب الجزائري يستفيد، ولادنا صورتو يستفيدوا من هذا اللي يجي. بالنسبه للاعلاميين، الإعلاميين أنا نوجه لهم حاجة، نقول لهم يا ناس اتقوا الله، ونقول كلمة أنا نقولها للسياسيين والإعلاميين. هاد السياسة والإعلام راهم في الحقيقة نضال وكلمة حق، مش راهي غير لي جمع المال. يرحم والديكم، شوية تكون عندكم مبدأ، شوية تكون عندكم مصداقية به توصلوا الكلمة والحقيقة للناس كما هي. ما تشكر واحد، ما تضر واحد. اللي أحسن أقول عليه أحسن، واللي أساء أقول عليه أسأت، واللي غلط قولوا له أنت غلط ولازم تصلح الغلطة تاعك، واللي دار حاجة مليحة وخدم بها البلاد نقولوا له كثر خيرك ويرحم والديك وزيد كمل نشجعوه. وإذا ما قدرتش يا أخويا أسكت، أصمت، احكم فمك واسكت، علاه تشعلوا النار بزايد من تربحوا في المال على جثث الفقراء والمساكين، تديوا عليهم في الدراهم وتشوهوا في الناس، هذه لازم بزايد منها. رانا كل جزائريين، وغدوه لو كان يغرق هذا البابور تاع الجزائر رانا نغرقوا الكل، بالغني بالفقير بالسياسي بالاعلامي شو ما كان. جزائريين كل، رانا كل نفس الباطو. وحنا في الخارج يقول لك جزائري، ما يقول لك لا قبيلي لا شاوي، لا انت هذا خير من بنهايتك جزائري، مهما تقول له انا برباري وانا امازيغي وانا كذا وانا استئصالي وانا ضد الاسلام، تبقى جزائري مهما العموله راح تدخلها معاهم، تبقى جزائري. حنا نحاولوا برك بربي ان شاء الله تكونوا واعيين للظرف اللي راح عليه الجزائر، اخطر مما يتصوره الجميع، راه راح الخطر وخطير الوضع. ما نكونوا شويه قد المسؤوليه وقبل ما تشوف واحد لازم، ولا تهضروا على واحد، ولا تكتبوا على واحد، على الاقل طالعوا مليح، واذا اخطا قولوا له اخطات، واذا اصاب قولوا له اصبت، ونتعاونوا كل. وبالنهاية رانا جزائريين، وربي يجيب الخير إن شاء الله. والسلام عليكم.
وعليكم السلام، شكرا أخي عيسى. إذا نحاول نختم هذا البرنامج بإضافة بعض المعلومات فيما يتعلق بالنقطتين هذو اللي قعدوا. فيما يتعلق بالإعلام دائما، هل ترى هو الإعلاميين والإعلام بصفة عامة هو أنه وعد درس أقول باللي فيه ناس اللي عاشوا تلك المرحلة، منهم اللي اكتشف باللي راهو هو كان يستعمل كبيدق وكان ربما يخدعوا فيه بالوطنية الزائفة وربما تاب، ولكن فيه أجيال واحدة أخرى من الإعلام. الإعلام الآن ما بقاش قال مثلا في الناس هذوك، لأنه في الإعلام في وقت سابق ما كانش كيف ما راهو الآن. إعلام في وقت سابق راهم كانوا الناس يديروا تكوين وكانوا يديروا دراسات وكانوا يديروا فيه كما يقولوا تربصات وإلى غير ذلك. ما تقدرش تلقى انت في التلفزة يعني الرسمية ناس يعني كما نقولوا هكذاك من هب ودب. صحيح فيه المعرفة، كاين معرفة، قال مثلا واحد من بسكرة يجيب أبناء المنطقة نتاعو، واحد قال إنسان حابس عنده زوج كلمات حافظهم يديروا له اسم، فهمت الشاعر الفلاني ونعرفوا هذا المسألة هذه. ولكن مع ذلك رغم هذا الناس اللي دخلوهم في تلك المرحلة ما كانوش يمسوا في الهوية الوطنية، ما كانوش يمسوا في المقدسات، ما كانوش يمسوا في الشعائر، وما كانتش الفضائح هذه اللي الآن راها موجودة في التلفزيون. يعني كانت موجودة في وقت بكري، كانت حشمة، كانت تسمعوا أنك قال مثلا فن هكذا إلى غير ذلك. هذا الناس اللي راهم ظهروا من خلال هذه القنوات الفضائية راكم تشوفوا مثلا في قناة كنت نشوفها صباح، لعلك انت الأخ سعيد بعث لي فيديو تاع صباح تاع واحد كان براح براح في نعم الزاوية، خلينا هذاك خبير في الرود، هذاك اللي يحاور فيه هذاك إنسان براح، كان براح بن في الوقت نتاع بن فليس. وهكذا الناس ما عندهم العلاقة لا بالكتابة ولا بالقراءة ولا بالصحافة، وراهم ويرتكبوا في بعض الأشياء ما على بالهمش وش راهو راح يترتب عليها، ما على بالهمش وش راح يترتب عليها. يعني انت ذوك لما تصرح في قناة فضائية تصريح، هل على بالك باللي الوقع نتاعو على المواطنين؟ راهو قادر تسجيل في قناة فضائية، هو مش انترنت، ربما قال مثلا في صفحة في الفيسبوك ولا في اليوتيوب ربما، ولكن قناة سي محمد قناة فضائية نتون انك انت تصرح تصريحات على بالك وش راح يترتب عليها ولا ما على بالكش؟ كاين الناس اللي ما يهموش على بالوش هو وش راح يترتب، المهم هو راهو رايح يحقق سبق إعلامي، او راهو رايح هو يعرفه الناس يحقق شهرة، او ربما راهو يستعمل من أجل جلب عدد تاع زوار حتى باش هو يبقى يرتزق في هذيك القناة ولا في هذيك الصحيفة، ولكن مهموش وش راهو راح يحدث من بعد. لذلك على الجزائريين والجزائريات هو أنه تنتبهوا جيدا. إنسان اللي راهو يحب هو يخدم في وسائل الإعلام، مش بالضرورة هو أنك أنت قال تكون صحافي يعني قال درت دراسات. كثير من الناس اللي راهم كانوا هما ما مش صحافيين يعني في البداية، رام كاينين نعرف انا الناس نعرفهم معرفه شخصيه، مش قال ما عنده حتى علاقه بالصحافه، ولكن مع ذلك هو اثبت الجداره نتاعو، اثبتها وفيما بعد دار تكوين ودار كذا وخدم وراه حاكم منصب ولا كذا ومتكون وعنده كفاءه وقدره وكذا. لكن هو انك انت تجيب واحد براح ما عنده لا تكوين ولا يعرف الاعلام ولا يعرف التأثيرات نتاعو ولا يعرف انت المآلات اللي راها راح تترتب على التصريحات نتاعو وتحطو انت في قناة فضائية وتعطيله الفرصة نتاع لجل باش هو يدير الاخر، راها كوارث. اذا كان وقعت كوارث في التسعينات غير فقط احنا لما نولي ونشوفه في التلفزة الوطنية، يا ودي تولي لما تولي تشوف فيها انت مع قنوات فضائية، تولي تشوف انت في الناس اللي راهم في التلفازات واللي تشوفهم حاجة أخرى، راه تولي تبلك باللي التلفازة الوطنية هي أنقى تلفازة مع الشي اللي راهو فيها، مع النقائص اللي راهم فيها. ولما نقولوا في هذا الكلام ما نضربوا في الشيثة ما ولو ربما الناس رامي، رانا نقولوا في حقائق
لما تشوف انت ناس في قنوات فضائية كيفاش راهم يرتكبوا في جرائم، يرتكبوا في جرائم. انت لما انت تصير تحرض ضد جهة في البلاد، ولا تحرض ضد فصيل معين في البلاد في قناة فضائية، واش راك تعمل؟ غدوة انت لما تصرى حرب، تشعل الحرب، شكون المسؤول؟ المسؤول عليها هو انت. راه نشر انت الضغينة. كنت مثلا واحد راه هو في صفحة انت فيسبوك ولا في يوتيوب، ما عندوش هو الثقافة الإعلامية هذيك، ما يعرفش. راه قال مثلا واحد حكى على رئيس حزب ولا ما على باليش انا، ولا صحفي، ولا حكى اشياء هكذا، قال غاثته ولا روحه ولا تحقر ولا كذا، يلا يجي هو يتح فيه. ولكن انت راك صاحب قناة فضائية، قناة فضائية ذراع نتاع الجزائريين وكل، انت ما لازمش تنحاز، تراك تقدم في خدمة إعلامية، مفترض هو انك انت تسوي بين الناس، مفترض هو انك انت هذا الفضاء اللي راك انت تشتغل فيه هو انه ينور الناس، مش يتظللهم، مش انت تساعد على القولبة وتساعد انت في صنع الناس ما عندهم حتى علاقة بالوسمو، كيما انت هذا خبير في الرد يسميوه لك خبير في الشؤون الاستراتيجية. هباك شي شؤون الاستراتيجية؟ قاسما بالله لو كان انا خجل هنا الاذاعة وطني حاورت زوج كلمات هرب. شؤون الاستراتيجية كنت تقول له وش ما انت الاستراتيجية ما يعرفهاش، كان طالع هابط يشري في الرود، كان خدام في الرود عشان خبير في الشؤون الاستراتيجية، كان مجرد بيدق يستعملوا فيه، استعملوه في البداية، دخلوه في جماعة مسلحة ومن بعد هرب لهم، ومن بعد يلا استعملوه جماعة انت الجدرمية ولا البوليس، والله حبوا باش يوظفوه مخبر، وما زال يمارس حاشاكم فيه، ما قدرش نقول كلمة طايحة هكذا قدام الناس لانه على بالي باللي راه معائلات راه يسمعوا فينا، انسان يلحق في الكلام وانسان وحاسب روحه باللي راه خبير في الشؤون الاستراتيجية. شو من مستوى عنده؟ شو من دراسات دارها؟ قال له راحت طلعت للطليان ودرت تكوين، وشو اعطينا اسم المعهد نتاعك، اعطينا الشهادات اللي درت بها التكوين. كان يجيب في الرود يطلع فيها من الرود تاع ميشلان من الطليان، وقال لك كان يوسمو، والناس تتبع في الموجة. هذه مثال، يعني هذه راها جريمة في حق الشعب، جريمة لما انت تساهم في تضليل الالاف المؤلفة على قناة فضائية، تجيب انت انسان خبير في الرود انت تديره انت خبير في الشؤون الاستراتيجية، انسان مجرم كان يقتل في عباد الله، انت راك تفخر به، وش راك تقول للاخرين؟ وش تقول لهم؟ مع انت هذوك الاخرين مجرمين، مع انت الاخرين مش متجزائريين، راك تفتخر انت باللي راك انت قتلت وانت درت وانت اخترقت وانت كذا. هذوك منين هذوك؟ لو كان قال مثلا راك اخترقت دولة معادية وراك حققت انتصار للبلاد وراك جبت انت نهضة، والله سيدي قال نديروك ستاتي، خاوتك كنت تقتل فيهم بالخدعة وبالغدرة، تحس في روحك باللي راك بطل. وقناة مثل هذه اللي هي تصنف في جزائريين وتحط فيهم تحت الخانة نتاع الجزائريين، وتجيب في مجرمين وفي قتلة، وتصور فيهم على اساس انهم وطنيين كيما كنت نقول لك بين، انا تحطهم انت من فصيله العربي بن مهيدي وفصيله الوسمو، وين رايحين؟ لو كان ما تكونش فيه مراقبه وما يكونوش ناس في المستوى في القنوات الفضائيه وفي الصحف، قاسما بالله غير تشتعل فتنه غير اللي تحرق البلاد. احنا راني نشوفوا في قنوات فضائيه في الخارج، رانا نشوفه في الصحف تصريح انت على بالك باللي قادر تلهب به بلاد، تصريح كلمة قادر تلهب بها بلاد، شعل بها النار، وانت مهمكش ترك، المهم انت يعرفوك، وغدوه كيفاش راح تدير انت لما تصير فيه مجازر وتصير فيه دماء. الاعلام عنده مسؤولية كبيرة في المأساة الجزائرية، وما زال الآن فيه إعلاميين راهم يكرروا في المأساة، منهم اللي وعاد درس، كاين منهم حتى اللي ربما راهو خلاص جبد روحه من المهنة هذه، والله لما تحكي له انت يقول لك أخويا أنا جبدني، خليني أنا من القضية هذه ما جبدليش فيها، راح اختار مهنة واحدة أخرى،
وكاينين الناس حتى اللي نفروا من هذا المهنة رغم أنهم داروا يعني تخصص في الإعلام. أنا نعرف صحفيين نعرفهم معرفة شخصية، كاين منهم حتى اللي من العائلة نتاعي داروا تكوين في المجال تاع الصحافة وما مش يخدموا في المجال تاع الصحافة. واحد راهو يقري واحد راهو كذا وجبد يقول لك أنا الإعلام هذا اللي هو أنا نروح نمارس الكذب والتضليل على الناس ما نقدرلوش، أنا ما تربيتش أنا على التضليل وعلى التبلعيط وعلى أنه يجي واحد يبيع الذمة نتاعه من أجل الأجل باش هو كذا. إذن لازم الجزائريين والجزائريات هو أنه توعوا هذه المسألة جيدا حتى باش ما تعاودش تتكرر المأساة، لأنه إذا كان بقاو هذا الناس أنا نقول لكم باللي المأساة راها تكرر في أي لحظة. الرسالة إذن اللي نوجهها لخوتي الجزائريين مهما كانت الاختلافات بيناتنا هو أنه لازمكم تحذروا ولازمكم تفطنوا هذه القنوات الفضائية اللي راها الآن تمرركم في ناس ما عندهم حتى علاقة لا بالإعلام وما عندهم حتى علاقة بمسائل أخرى، وراها تصنع في أسماء الناس هذا المعارض الفلاني وهذا الحقوقي الفلاني. شوفوهم غير قبل 3-4 سنوات الإخوة اللي راكم متابعوا فينا على الموقع نتاع اليوتيوب والله على الفيسبوك يعني منذ سنوات والله على المنتدى نتاع بلا حدود والله في مواقع واحدة أخرى، شوفوا أرجعوا 4 سنوات فقط، 4 سنوات 5 سنوات قبل، شوفوا إذا كان هذا الناس هذو راهم كانوا يعارضوا هذا النظام والله كانوا يحوزوا على الخدمة نتاع البلاد. ناس كانوا كل واحد التي بروحوا من بعد جو منهم اللي راهم يستعملوا فيه منهم اللي راهو مخبر منهم اللي راهو عميل، وكل مرة لما شافوا قال مثلا الشعب شافوه راهو راح يتحرك لأنه عندهم معطيات من خلال المعلومات اللي راها توردهم يبدأوا ما يتحركوا يسبقوا على جل باش هما يقتحموا الساحات والله كذا على جل باش ما يخليوش الناس تتحرك. وراهم الآن محتضنين القنوات الفضائية يجيبوا ناس قال مثلا درك مثلا هذا رشيد نكاز عوض هو أنه قال مثلا تجيب له واحد مفكر وتجيب له واحد قال عنده مستوى واحد سياسي اللي يقدر هو لما يتناقش معاه يوضعه في المكان تاعه، تروح تجيب لي انت هذا علي الزاوي ولا الأصناف تاعه والأشكال تاعه من أجل خدمة رشيد نكاز. هذه هي هذا الناس يجيبوهم من أجل إعطاء صورة الناس واحد اخرين يقدموهم تسمى يجيبوا شغل يخدموا به يستعملوه كما يقولوا هذوك الجماعه نتاع المطار هذوك هذوك اللي يستعملون في الكابا يحطوا له حاجه في الكابا ويعقبوها على ظهره. هذا واحد هذا انسان مخه حابس هذا يخترق هذا انسان راسه مبلوكي راسه دايرين عليه كادنا هذا يخترق هذا إذن الإخوة والأخوات اللي نوجهها لكم أنا خاصة من الناس اللي عندكم مستويات في وسائل الإعلام يعني اللي درتوا قال تخصص في مجال الإعلام وكذا وراكم تشتغلوا في قنوات فضائية والله في صحف حافظ على الشخصية نتاعك مش انت قال شفت واحد راهم يتبعوا فيه الناس إبليس راهم الناس يتبعوا فيه الناس يعني واحد قال مثلا ما راهمش يسمعوا له الناس وراهو على الحق انت ما تهدرش عليه وتروح تجيب واحد شيطان وتهدر عليه لأنه الناس راهم يهدروا عليه. كن منصف كن عادل حاولوا أنك تقدم الناس اللي راهم يفيدوا في البلاد حاولوا أنك تقدم الناس اللي راهم يبكيوا على البلاد ما تجيبش هذا الناس المجرمين لأنك انت راك لما تحط روحك انت في هذا المكان هذا راهم رايحين الناس مباشرة راك تنقص من القيمة نتاعك. إذن أنصحكم كإخوة على جل باش تقطعوا الطريق أمام هذا الناس جيبوا ناس مفكرين جيبوا ناس فلاسفة جيبوا ناس باحثين جيبوا ناس سياسيين جيبوا ناس محللين جيبوا ناس على جل باش تفيدوا بلادكم وخليكم من هذا مانيش عارف كيفاش نسميهم هما جزائريين هما خوتنا مهما كان الأمر وما ناش نحبوا لهم الشر احنا رانا الان رانا ندفعوا فيهم على جل باش يلجؤوا لطريق الصواب. هذا الانسان اللي هو خبير في الرد علاش تحط روحك انت باللي راك فيلسوف علاش ماكش قادر على حاجه تعاجز على جل باش تاتي بعبارتين كل كلمه تغلط فيها رايح انت تتحدث في امور شؤون استراتيجيه عباك باللي شؤون استراتيجيه وش هي
راه ناس دارت دراسات وراها دارت ابحاث ودارت تحاليل ودارت كذا ودارت كذا ودارت كذا، وتحشم لما يعيطوا له يقولوا دي عفني انا. تا جاي كنت تخدم في الرود، مش عيب هو انك تخدم في الرود، مش عيب، ولكن على الاقل اعرف قدر نفسك. تا راك تخاطب في امه، راك تخاطب في شعب، ما راكش تقولوا مثلا في قهوه، ولا راك قال مثلا في غرفه راكم قاعدين في عرس والله وتقصروا وقالت بلعط واحد، راك تحكي في قناه فضائيه، راهم يشوفوك ناس يشوفوك. كيفاش كيفاش انت واش راك تدير؟ قول لي راك انت تضرب تطعن في القناه، واش دير؟ راك تخدم في القناه، راك تخدم في الاعلام، راك تخدم في حقيقه، واش راك تخدم؟ اذن يا الخاوه راه عندكم مسؤوليه كبيره عند ربي، وراكم تتحاسبوا، تتحاسبوا على الناس اللي تستضيفوهم، تتحاسبوا على الكلام هذاك اللي راكم تقولوا فيه، تتحاسبوا على التهم، تتحاسبوا على الناس اللي راكم الاشياء اللي راكم تديروا فيها، والحساب نتاعكم عند ربي عظيم. يعني هو انك انت توصل وين انك انت تتهم واحد مجاهد من الناس اللي حروا البلاد، تتهمه باللي خائن للوطن، وتجيب واحد اللي لقيط وتحطه قدام الناس باللي راهو من عائلة نتاع بوعمامة، راه عندكم مسؤولية كبيرة عند ربي. هذه باختصار الكلمة نتاعي، إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم، إلى ذلك من حين تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا للأخ سامي من كندا، عيسى مولود من بريطانيا، الأخ سعيد من إسبانيا، والأخ عبد القادر من كندا. تحياتي لكم جميعا. الجزائر حررها الجميع، وأخطأ في حقها الجميع، ويبنيها الجميع. مفاعلتين وطنية حد مين شيء عدو وطني.